بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. البيت الكبير النهاردة احنا طالعين طبعا متأخر شوية، لأن المباراة اللي كانت من شوية مباراة النادي الأهلي ومصر المقصة، رابع مباراة منذ أن عاد النادي الأهلي ووصل إلى المباراة النهائية بعد أن تم غلق الملف الأفريقي. النادي الأهلي لعب أربع مباريات، تعادل في مباراة بيراميدز، ثم فاز على المقاولون على سموحة، ثم فاز على المقاولون العرب، ثم أخيرا والنهاردة منذ قليل فاز النادي الأهلي على مصر المقصة برباعية مقابل هدف واحد. طبعا ألف مبروك لكل عشاق النادي الأهلي على هذا الأداء الرائع وهذا الشكل الجميل اللي احنا شفناه النهاردة في المباراة الأخيرة أمام مصر المقصة. أربع مباريات ب 12 نقطة، خدنا 10 نقاط. يعني لو جينا فكرنا في مباراة بيراميدز، هي مباراة وانتهت على أن تعادل النادي الأهلي مع بيراميدز وبهدفين لكل فريق، وبالتالي فقد النادي الأهلي نقطتين من 12 نقطة. إيه اللي هيحصل النهاردة وإيه اللي هيحصل ابتداء من النهاردة؟ احنا ابتداء من النهاردة هنتكلم أو هيتم غلق بعد حلقة النهاردة، يعني سيتم غلق الملف الدوري العام المصري، وكلنا هنتكلم في شيء واحد فقط وهو البطولة الأفريقية. قبل بس ما أتكلم عن البطولة الأفريقية، عايز أقول لحضراتكم أن النهاردة كانت مباراة ممتعة للطرفين، بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة أيضا لمصر المقصة، اللي أنا بأحيي الحقيقة مدربها كابتن محمد عبد الجليل على الشكل اللي هو مشي بيه والحملة اللي كانت شغالة ما قبل المباراة، يمكن أتت بثمارها بالمناسبة، لأن أنا كنت شايف أن لعبت المقصة حقهم. أنا مش قصدي حاجة خالص، ولكن أنا بقول أن الحملة دي ما حدث قبل المباراة من حملة ممنهجة على محمد عبد الجليل وعلى نادي مصر المقصة وعلى لعيبة مصر المقصة، خلتهم نازلين سخنين زيادة عن مش سخنين زيادة عن اللزوم، ولكن تحس ان هم متكهربين شوية، بيخش جامد هنا وبيخش جامد هنا. حقه، ما عنديش مشكلة طالما المباراة ما فيهاش أذية لحد ولا فيها خبط لحد، ولكن انا كنت حاسس ان النرف عالي شوية، لانه لاعبي فريق مصر المقصة كرتهم كانت احلى من كده الحقيقه خلال الفتره السابقه. ولكن النهارده وانت قاعد بتتفرج على المباراه مستمتع باداء النادي الاهلي، مستمتع بشكل النادي الاهلي. لما النادي الاهلي دخل فيه جون، كلنا واحنا قاعدين متاكدين ان النادي الاهلي سيعود مره اخرى. مش متاكدين عشان حاجه، ولكن متاكدين لان قفشه فايق، معلول فايق، شريف فايق، حسين الشحات فايق، بقيه اجايي كمان فايق، بقيه اللاعبين اللي موجودين فايقين، وبالتالي انت قاعد مطمن لشكل المباراه ومطمن للنادي الاهلي، وهو ده المهم. زي ما قلت لحضراتكم في خلال الاسبوع اللي فات، من يوم الخميس لغايه النهارده، مش الخميس ده، الخميس اللي قبله لغايه النهارده، اربع مباريات لعبهم النادي الاهلي، 10 نقاط من 12 نقطه. ده شيء جيد. احنا طبعا كلنا دائما ننظر الى ان احنا ناخد 12 من 12، ولكن زي ما حضراتكم عارفين فاكرين مباراه بيراميدز واللي حصل فيها، ولكن في النهايه هي مباراه وانتهت، واستطاع النادي الأهلي أن يعود بعد هذه المباراة بشكل رائع جدا، سواء أمام سموحة أو المقاولين أو النهاردة مصر المقصة. مكاسب عديدة جدا في الأربع مباريات دول. موسيماني أدار الموضوع أو أدار الأربع مباريات في الدوري العام بشكل رائع جدا، قدر يستثمر كل اللاعبين اللي عنده بحيث أنه هو يبقى عنده القماشة كلها أو اللاعبين كلهم موجودين علشان يختار منهم إن شاء الله في المباراة النهائية، وهي الأهم، وهي حلم اللاعبين وحلم الجهاز الفني وحلم الإدارة ومن قبلهم جمهور النادي الأهلي. الكل ينتظر والكل ينظر إلى هذه المباراة. بس برضو قبل ما أتكلم عن المباراة الأفريقية، والحقيقة في كم موضوع كده تقالوا على موضوع المباراة الأفريقية وعايز أتكلم فيه مع حضراتكم، ولكن أحمد سامي فوت ماتش للأهلي، مع الاحتفاظ بالألقاب يعني، أحمد سامي فوت ماتش للأهلي، محمد عبد الجليل فوت ماتش للأهلي، مش عارف عماد النحاس فوت ماتش في الأهلي. طبعا ده مش كلامي، ولكن ده كلام الناس اللي بعض من لا يشجع النادي الأهلي، اللي دايما بيمشوا في هذا الاتجاه، اللي دايما عايزين يودوا الناس لاتجاه مش مظبوط علشان الحملة تؤتي بثمارها على لعيبة المقصة مثلا، يعني ان هم بيقعدوا يضربوا في لعيبة النادي الأهلي او يعملوا في لعيبة النادي الأهلي، او المهم يضيع من النادي الاهلي نقط وخلاص. محدش بيفكر في مصر، في اسم مصر الحقيقه، محدش من الناس دي طبعا، لان اسم مصر
النادي الاهلي بيمثل مصر في المباراه النهائيه، وبالتالي المفروض كلنا اهلاويه وغير اهلاويه نقف جنب النادي الاهلي. ولكن تسمع تصريح من هنا وتسمع تصريح من هنا وتسمع تخبيط من هنا، واصل ده احمد سامي وعماد النحاس ومحمد عبد الجليل الثلاثي ده تحديدا نفسهم يكسبوا النادي الاهلي، ومن حقهم طبعا لان هم اتعلموا جوه النادي الاهلي هذا الكلام. وبالتالي يا جماعه من فضل حضراتكم مثل هذه الامور. والنهارده انا في الجزء الثاني من هذه الحلقه عندي الحقيقه اربعه من نقادنا اساتذتنا، الحقيقه اساتذتنا في النقد الرياضي من زمان جدا لغايه دلوقتي، هم اساتذتنا وهيفضلوا اساتذتنا. الاستاذ جمال الزهيري، الاستاذ محمود صبري، الاستاذ عصام شلتوت، الاستاذ علاء عزت. هذا الرباعي الحقيقه هيكون معايا في الجزء الثاني من هذه الحلقه، وهنتكلم بشكل واضح عن قضيتنا النهارده. هي قضيه ايه؟ كلمه يعني ايه كلمه تفويت؟ يعني ايه انا كمدير فني بيتقال عليا ان هل في حد بيسمح بكده؟ والكلام ده ما يصحش ان هو يتقال يا جماعه. الكلام ده ما يصحش ان هو يتقال. الكلام ده ما بيسمحش، ما بيحصلش في الاقسام الاقل من الدوري الممتاز، يحصل في الدوري الممتاز. والله عيب عليكم. انا الموضوع ده يعني تعبني جدا من جوايا، لانه موضوع يمس سمعه ناس واسماء ناس. طبعا هم اسماء كبيره جدا وهيظلوا اسماء كبيره جدا، سواء كابتن احمد سامي، سواء كابتن عماد النحاس، كابتن محمد عبد الجليل. عمرنا ما طلع مننا قال لك ايه، يعني مثلا الكابتن حلمي طولان وهو ماسك امبي وهو بيلعب الزمالك مثلا، يعني الزمالك عشان هو من الزمالك يبقى هيفوت للزمالك؟ هل ده كلام يعقل؟ كابتن حلمي قيمه كبيره جدا 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 في عالم التدريب، وقيمه زملكاويه بالمناسبه رائعه جدا ومحترمه جدا. هو ده اللي احنا عايزين نتعلم منه، الاحترام والادب للغير. كابتن حلمي كان ضيف المجري النجم الكبير الكابتن مصطفى عبده هنا في حلقه رائعه، وحلقه ان دلت تدل على الاحترام المتبادل دائما ما بين الناديين الكبيرين الاهلي والزمالك. لكن اللي احنا بنشوفه خلال هذه الفتره الحقيقه لا يسر عدو ولا حبيب، زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله في الجزء الثاني مع اساتذتنا ونقادنا الرياضيين الكبار هيكون عندنا كلام مهم جدا في هذه القضيه اللي انا بعتبرها وهفضل اتكلم فيها كل يوم لو قدرت، كل يوم، لانه مش من المستحب ان انا اتكلم مش انا، الناس اللي بتتكلم في هذا الامر ما ينفعش تتكلم في كده، عيب. لان لو جبت اولا ما عندكش دلائل، ما عندكش براهين، ما عندكش اي حاجه، كلهم ناس محترمه. واحمد سامي ده يتقال عليه غير ان هو ايه؟ غير ان هو محترم. عماد النحاس، محمد عبد الجليل، ازاي يتقال على الناس دي ما حدث خلال الفتره السابقه؟ طيب خلينا نروح للكابتن محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر المقاصه. يا كابتن محمد هارد لك. حبيبي يا كابتن اسلام، مبروك مبروك النادي الاهلي يا حبيبي، ربنا يخليك يا كابتن، الله يرجع بالكاس باذن الله يا حبيبي. يا رب ان شاء الله. انا ما تشغلش بالك بالناس اللي بتتكلموا وبتتقال. انت شفت الشوط الاول يا كابتن، شفت اداء الفرقه وشفت النديه. انت كلاعب كوره كابتن اسلام عارف اللعيب لو بدني مش واقف على حيله الموضوع انتهى خلاص. بالظبط، انت بتلاعب فرقه كابتن كلها ما شاء الله 16 17 واحد اللي لعبوا كلهم احسن من بعض. مظبوط، لسه بتقول فروق الفرديه باينه قوي، فروق الامكانيات باينه قوي، الدوافع باينه قوي. انت على قد ما قدرت في الشوط الاول اشتغلت كويس قوي، طلعت النتيجه 1-1 وكنت ند شويه للنادي الاهلي. الشوط الثاني اول ما اللعيبه البدنيه بيقعوا يا كابتن بتلاقي ان طبعا النادي الاهلي لازم يتفوق، لازم خبرته بلاعيبته وامكانياته. ايوه لازم يتفوق، وده مش اول ماتش، ده ثاني ماتش دجله برضه الشوط الاولاني عملناه كويس. الشوط الثاني برضه اللعيبه وقعوا، ما اقدرش اقول بدنيا قوي، ذهنيا قوي، فكريا قوي، كل ده، ولكن الطموح مش، فانا لازم اشتغل على الفتره دي كابتن اسلام، الشهر وشويه دول. ايوه اللي هيقدر ينفذ الكلام ويقدر يكمل من اول دقيقه لاخر دقيقه زي اي فرقه ثانيه. انا طريقه لعبه كابتن اسلام بحب العب كوره، بحب العب مفتوحه. المباراه مفتوحه لغايه اخر دقيقه النهارده، ولكن انت شايف انت رايح هجمه هنا وهجمه هنا وشغال هنا وشغال هنا، انت يعني دي المتعه في الكوره. انما انا مش هرص اللعيبه ورا واقعد اطبطب واعمل اعمل، صح؟ مش طريقتنا دي، ولا ده مصر المقصه يلعب كده. كل مدرب وليه مدرسه الحقيقه. يعني كابتن انت لعيب كوره كابتن، ايوه اتفضل. لعيب لو مش جاهز طبعا
لو اللعيب مش جاهز يا كابتن اسلام ما يقدرش يكمل، وده اللي كان واضح عليهم اخر ثلث ساعه، تفوق النادي الاهلي الشوط الثاني كله. ايوه ان شاء الله الحكم. كابتن عبد الجليل، قبل ما اسيب حضرتك عايزك برضو رساله لما حدث ما قبل المباراه والكلام اللي كان بيتقال، لانه انا شخصيا الحقيقه بغض النظر عن نتيجه المباراه وبغض النظر عن اي شيء، ولكن اي حاجه تخص السمعه او الشرف او الكلام ده، الحقيقه انا وجهه نظري دايما ان يجب ان تقابل وتقابل بمنتهى القوه، خصوصا لما بتبقى ما بتيجي تتكلم على ناس محترمه جدا ولها كل الاحترام في المجتمع الرياضي في مصر يعني. فرسالتك ايه للناس دي؟ يا كابتن اسلام، احنا لو ردينا على كل حاجه تافهه كده هنتعب. أيوة. احنا ناس عندنا شغل وناس بنكافح وناس بنشتغل بما يرضي الله. الناس اللي بتتكلم دي ناس فاضيه. ايوه. عماد نحاس ايه اللي يسيب ماتش للتاريخ ودوت؟ احمد سامي ايه؟ محمد عبد الجليل، هو النادي الاهلي محتاج حد يسيب له ماتش ولا نادي الزمالك يسيب له ماتش ولا ده يسيب له ماتش؟ مفيش الكلام ده يا كابتن. ايوه. انت بتأدي على قد امكانياتك. حاول تمتع الناس، تحاول تقدر تطلع باحلى نتيجه. مظبوط. دي امكانياتك. ما هو اصل اللي بيتكلم كتير ده ما ينزل الملعب ويوريني. كلام كتير يا كابتن اسلام. ما يعرفش ينزل الملعب يا كابتن، ما يعرفش ينزل الملعب للاسف. اتفضل. بالظبط. بالظبط، هو كلام كتير ورغي كتير واي كلام في اي بتاع. انا ما انا النهارده انا عايز اكسب يا كابتن وعايز العب كره. طبعا. وعايز واللعيبه النهارده ادت شوط ممتاز الشوط الاول. مظبوط. الشوط الثاني انا بقول لك ان هو بدنيا مش جاهزين. أيوة. فكريا ذهنيا ده مش منظر لعيبه مصر مقصه الشوط الثاني الا في ماتش الاهلي ولا في دجله. ايوه. لا انا اتكلمت معاهم قلت لهم لا ده مش يعني ده مش اداء. اعتقد ان انت الفتره الجايه هتشتغل على الناحيه البدنيه كابتن عبد الجليل، اعتقد يعني. ايه يا حبيبي؟ انت هتشتغل على الناحيه البدنيه يعني تقصد الفتره اللي جايه؟ طبعا طبعا. اصل لعيب الكوره كابتن لما 90 دقيقة. أيوه. يعني النهارده عماد فتحي من الشوط الأول اشتغل حاجة محترمة. مظبوط. عشان هو مش جاهز بعد خمس دقايق مش هتستني رجليك البشت. أيوه. اضطريت أغيره وأنزل ميسي. أيوه. ناحية الشمال. أيوه. بيكل الشوط الأول عامل الشوط الثاني مفيش الكورة مش عايز تقف معاه. غيرته ونزلت. الميس باص كتير قلت لهم أي أخطاء قدام النادي الأهلي، النادي الأهلي بنص فرصة بيعرف يجيب جول. أيوه. ايوه ده الخطا اللي عمله سعيد واللي عمله هشام اللي قطعوها وقفشه جاب جون رائع جون عالمي رائع بصراحه. من زمان الفكر ده الواحد ما بيشوفوش، ولكن انا مش زعلان من النتيجه قد ما انا زعلان من الفرقه عندي من اللعيبه ومن الاداء والشوط الثاني، وده انا ما انا عاذرهم فيه لان انا حاسس ان هم رجليهم مش شايلاهم. انت لعيب كوره كابتن سامو حاسس ان الشوط الثاني دروب، اصل عارف لو واحد وقع او اثنين. ايوه. الو، انا بشكرك جدا يا كابتن عبد الجليل، كابتن محمد عبد الجليل المدير الفني لنادي مصر المقاصه، وهارد لك طبعا. زي ما قلت لحضراتكم لازم نتكلم في الموضوع ده ولازم نفتح الموضوع ده، خصوصا زي ما قلت لكم الجزء الثاني هيكون معايا اساتذه كبار الحقيقه نقدر نتكلم في هذا الامر بشكل موضح ومفصل علشان ما حدش يفتحه تاني بقى الفتره اللي جايه. تاني حاجه عايز اتكلم فيها الحقيقه، امبارح في المباراة النهائية للبطولة الكونفدرالية فاز الرجاء وفاز بهذه البطولة الرجاء المغربي. معلق هذه المباراة النجم الكبير صاحب أشهر كلمة في أو أشهر تعليق خلال يوم 27/11 اللي ما زال عالق في كل أذهان الأهلاوية، اللي هو القاضية ممكن، كابتن عصام الشوالي. كابتن عصام الشوالي الحقيقة وهو بيعلق على المباراة، أنا ما أعرفش هي سهوا ولا هو يقصد إيه، ولكن كابتن عصام وهو بيعلق وله منا كل الاحترام وكل المعزة الحقيقة، لأن كل جمهور النادي الأهلي بيحترم كابتن عصام الشوالي وبيحبه جدا جدا جدا، ولكن أنا الحقيقة دايما اتعلمت في كرة القدم وهو خبرة كبيرة جدا في التعليق، وإحنا كلنا كأهلوية اتعلمنا في كرة القدم إن المواضيع دي، الموضوع اللي هيتكلم فيه او اللي انا هتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي موضوع مهم جدا. كابتن عصام قال لك الرجاء سيلاقي النادي الاهلي في السوبر الافريقي. خلي بال حضراتكم، الرجاء بيقترب من ملاقات النادي الاهلي في السوبر الافريقي. هو النادي الاهلي فاز بالبطوله واحنا ما نعرفش؟ لا يا كابتن عصام، كايزر تشيفز فريق محترم، كايزر تشيفز واحد من افضل الفرق في القاره الافريقيه، ده مش كلامي،
ده بالشكل اللي احنا شايفينه ان هو صعد للمباراه النهائيه على حساب انديه عريقه وكبيره. فاز على الوداد على ملعبه في المغرب 1-0 وتعادله سلبيا في جنوب افريقيا. فكابتن عصام لو هي سهوا يبقى احنا يعني ايه؟ لا، لان طبعا الشعب المصري كله بيتابع عصام الشوالي وبيحب كلامه وبيحب اسلوبه. فلا، لو هي سهوا ماشي، لكن لو حضرتك لا، المباراه دي كايزر تشيفز 50% والنادي الاهلي 50%. اسالونا احنا يعني بجد، احنا حصل معانا نفس الموقف وكل شويه هقوله، كل شويه هقول هذا الموقف، لانه المباراه اللي جايه يا جماعه النادي الاهلي لم يفز بالبطوله الافريقيه، وانا بقول الكلام ده على الهوا. النادي الاهلي لم يفز بالبطوله الافريقيه، عندنا مباراه 90 دقيقه ويا عالم هنوصل فيها لايه؟ محدش عارف. النادي الاهلي له نسبه 50% ونادي كايزر تشيفز له نسبه 50%. خلي بال حضراتكم، اللعيبه عارفه الكلام ده كويس، الجهاز الفني عارف الكلام ده كويس، جمهور النادي الاهلي عارف الكلام ده كويس. محدش ياخدنا في مرحله الراحه، محدش ياخدنا في مرحله ان احنا نقدر نكسب في اي وقت. الكلام ده مش مظبوط. مباراه الكل، كل جمهور النادي الاهلي ينتظرها، و50 50. كايزر تشيفز فريق جيد جدا جدا جدا، ويوم الاربع هيكون معايا كريم ثابت، كريم سعيد واحمد ثابت، يتكلموا عن الموضوع ده وتشوفوا كايزر تشيفز بيلعب ازاي عشان تتاكدوا من الكلام اللي احنا بنقوله. انا عارف ان جمهور الاهلي واعي جدا للحمله اللي ممكن تحصل، اللي هي طمانه لعيبه النادي الاهلي. لا، لعيبه الاهلي مش مطمنه ولا هتطمن غير يوم السبت الساعه 11 بالليل بعد المباراه. بعد المباراه ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب، محدش عارف ايه اللي هيحصل في 90 دقيقه، محدش عارف. لا قدر الله يجي فيك جون وما تعرفش تجيب جون. يا جماعه، كل الناس اللي بتتكلم بهذا الشكل، من فضل حضراتكم، مباراه الاهلي وكايزر تشيفز هي مباراه نهائيه، لا احد يستطيع التكهن بهذا النهائي ومين اللي هيكسب فيه. تاريخ نقدر نتكلم في تاريخ النادي الاهلي 1-2-3، نادي كايزر تشيفز اقل من النادي الاهلي تاريخيا، ولكن المستطيل الاخضر ده مختلف. اسمعوا كلامي، المستطيل الاخضر ده مختلف تماما، ما تعرفش ايه اللي هيحصل. هو انتوا اتفرجتوا على مباراه كايزر تشيفز؟ الناس اللي بتتكلم، مش بتكلم على كابتن عصام، انا بتكلم بشكل عام، لان انا عارف ان هي دي، ان بعد ما لا يشجع النادي الاهلي هيروحوا فين؟ هيتكلموا في ايه؟ اداء النادي الاهلي رائع الفتره اللي فاتت، الحمد لله لعيبه كويسه، جاهزين، كل حاجه، الامور مستقره، السفر بعد بكره، الدنيا تمام. لكن هيتكلموا في ايه غير ان هم عايزين يدخلوا الطمانينه للاعيبه النادي الاهلي؟ ودي القضية التانية اللي هتكلم فيها النهاردة مع أساتذتنا الكبار اللي معايا بعد قليل. مفيش طمأنينة. لا 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 لا. كرة القدم غدارة. كرة القدم لا تعرف المستحيل. تاريخ اتكلم زي ما أنت عايز، مفيش مشكلة. الأهلي عنده كذا فرق كبير ما بين تاريخ النادي الأهلي وتاريخ أي نادي في أفريقيا، مش كايزر تشيفز بس، ولكن تاريخياً الملعب، صدقوني أنا الحاجات دي الواحد يعني خد على دماغه في قبل كده. وخلي بال حضراتكم، المدير الفني لنادي كايزر تشيفز باكستر واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي موجودين في أفريقيا، عنده خبرة كبيرة جدا 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 في البطولات الأفريقية، وهو لسه جاي قريب معاهم يعني، وبيلعب بطريقته. أنا عارف لعيبتي، بلعب بقفل نص ملعبي وبعتمد على الكرات الطويله والهجمات المرتده، وانت بقى اقعد اضرب في الحيطه، اضرب في الحيطه زي ما انت عايز. وخلي بال حضراتكم، اللي بيلعب في 20 30 يارد او 40 او 50 او في نص ملعب مجهوده بيبقى اقل بكتير قوي من اللي بيلعب في الملعب كله. اللي بيدافع بيبقى مجهوده اقل بكتير من اللي بيهاجم. اللي بيهاجم عايز يروح الباك رايت، عايز يروح يرفع ويرجع تاني يقف يشوف مهامه الدفاعيه. وبالتالي هي مباراة صعبة جدا، ده هنتكلم فيه الأيام اللي جاية، كل يوم هنقول هذا الكلام. احنا بنتعلم من جمهور النادي الأهلي، عندنا ثقة، عندنا ثقة، مستنيين الماتش، مستنيين الماتش، ولكن 50-50، الأهلي 50% وكايزر تشيفز 50%. هو ده اللي احنا دايما عايزين، او هي دي الطريقة اللي خلال الأربع خمس أيام اللي جاية لازم حضراتكم كجمهور واحنا كاعلام
يختص باخبار وبكل شغل النادي الاهلي لازم نتكلم بهذا الشكل. فكابتن عصام الشوالي لك منا كل الاحترام وكل التبجيل وكل الحب والمعزه الكبيره جدا جدا في قلوب كل الاهلاويه، ولكن المباراه 50-50. النادي الاهلي حتى هذه اللحظه لم يصعد الى المباراه او صعد الى المباراه النهائيه ولم يفز بالمباراه النهائيه علشان يقابل الرجاء اللي بالفعل فاز في المباراه النهائيه في الكونفدراليه، وينتظر الفائز من النادي الاهلي وكايزر تشيفز لملاقاته في السوبر الافريقي. انا عارف ان عتابنا البسيط ده هيوصل لحضرتك، وبالتالي لازم نعرف ان المباراه 50-50. كل يوم هتلاقونا بنتكلم في هذا الموضوع ودائما بهذا الشكل. طيب، ايضا زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي المباراه النهائيه المباراه النهائيه لبطوله الامم الاوروبيه، وفي مفاجاه مدويه الحقيقه، لانه انجلترا وايطاليا بيلعبوا دلوقتي في المباراه النهائيه، وما زال التعادل الايجابي ما بين المنتخبين الكبيرين انجلترا وايطاليا 1-1، والدقيقه 110 دلوقتي، ولا يزال التعادل هو سيد الموقف حتى هذه اللحظه. لو في العشر دقائق القادمه تغير الامر هقول لحضراتكم، ولكن انجلترا بقالها كتير بعيده عن منصات التتويج، ايطاليا بقالها كتير بعيده عن منصات التتويج. شفتوا حضراتكم ساوث جيت المدير الفني للمنتخب الانجليزي وشاب ماسك فريق او منتخب بلده وبيحاول يصل معاهم بطريقه لعبه اللي الكل كان بينتقده في بدايه البطوله على بعض اختياراته في بعض اللاعبين. دلوقتي لا، الناس كلها بترفع القبعه. ناس بصوا حضراتكم الافتتاح ده تحس ان الختام، انا اسف، ختام البطوله حاجه في منتهى الشياكه، حاجه في منتهى الروعه والابهار. زي ما حضراتكم شايفين تحس ان البطوله معموله في بلد واحد، على الرغم من هي معموله في بلدان كثيره جدا في اوروبا، ولكن حاجه ايام حفل الافتتاح او بدايه البطوله كان حاجة محترمة جدا وحاجة رائعة. النهاردة حفل الختام حاجة بسيطة جدا وحاجة رائعة ومبهرة، وزي ما حضراتكم شايفين الأمراء متواجدين ووجود توم كروز وديفيد بيكهام نجوم عالمية في الرياضة وفي كرة القدم وأيضا في السينما العالمية، والأمير ويليام طبعا وزوجته وأولادهم متواجدين. الكل ينتظر هذه المباراة، الكل ينتظر بشغف من سيفوز، إنجلترا ولا إيطاليا. والتنافس دائما الكبير جدا ما بين البلدين الكبيرين في أوروبا الحقيقة حاجة رائعة، حاجة محترمة، وانت قاعد بتتفرج كده قاعد مبسوط، فكرك بماتشات الأهلي. والله بجد ياما كان في جمهور كده والجمهور بيجي وبيبقى موجود. عظمة عظمة. معلش احنا الجيل السابق الحقيقة أو الجيل ده ما شافش لسه جمهور، لكن زمان من 10 سنين كده قبل 2011 الأمور كانت مختلفة تماما. لما كنت بتنزل أرض الملعب كنت بتستنى اللحظة اللي بتنزل فيها أرض الملعب عشان خاطر تشوف الجمهور. فالحقيقة الجمهور النهاردة في كل المباريات كبير جدا، في كل المباريات تقريبا، معظم مباريات البطولة دوري أو بطولة الأمم الأوروبية كتير جدا في كل المباريات النهارده. ايه العظمه وايه الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ زي ما قلت لكم شخصيات عامه كثيره جدا متواجده في بطوله الامم الاوروبيه، وحاجه كده شياكه وجمال واحترام، تبقى مبسوط وانت قاعد بتتفرج على مجموعه العمل او الناس اللي موجوده كلها. كلها ناس كده شكلها لطيف وجميله زي ما بيحصل هنا في مصر. لما تفتكروا لو افتكرتوا بطولة الأمم الأفريقية اللي أقيمت في 2019 ومن قبلها في 2006، شوف الجمهور المصري كان بيدي مثل للعالم كله في ذلك الوقت، 2006 تحديدا، في ذلك الوقت إن مصر دولة كبيرة بجمهورها. مصر طول عمرها دولة كبيرة طبعا، ولكن جمهور برضو كان حاجة كده في منتهى الجمال والحلاوة والشياكة وحاجة رائعة جدا. فقد ايه الواحد بيبقى سعيد لما بيتفرج على مثل هذه المباراه. زعلانين جدا 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 على الرغم من ان احنا كنا بنطلع دايما في مواعيد المباريات الاوروبيه، ولكن كنا بنتفرج عليها بالليل. زعلانين جدا ان المباريات هتنتهي، وزعلانين جدا ان احنا
مش هنتفرج على بطولة الأمم الأوروبية، ولكن يمكن عزائنا الوحيد بقى إن الحمد لله نادي الأهلي هننتظر هيعمل إيه إن شاء الله يوم 17. هذه المباراة الهامة والصعبة، هننتظر بعد كده مباريات الدوري وعودة النادي الأهلي لمباريات الدوري، هنتكلم بقى في كل هذه الأمور. عموما دي كانت مواضيعنا النهاردة، زي ما قلت لحضراتكم مساندة الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة هي مساندة واجبة، مساندة واجبة، وانا متاكد ان كل جمهور النادي الاهلي هيعمل كده، ولكن الحملات الممنهجه اللي هتطلع لتطمين لاعيبه النادي الاهلي هتحصل خلال الاسبوع ده. فانا بقول من دلوقتي مباراه كره قدم في ملعب كره قدم هي مباراه 50-50، محدش يقدر يتكلم فيها، فخلينا ننتظر ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. عموما دي كانت اخبارنا النهارده وكلامنا عن مباراة المقصة وفوز النادي الأهلي، ثم موضوع التفويت الحقيقة اللي أصبح موضوع مزعج للغاية للجميع، والكل بيبدي استياء كبير في هذا الموضوع. عموما خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل 4 من أساتذتنا زي ما قلت لحضراتكم، أساتذتنا الكبار اللي هيكونوا متواجدين معنا، هنتكلم معاهم في قضية مهمة جدا أو قضايا مطروحة على الساحة الرياضية هذه الأيام، وناس بتتكلم بعقل ومنطق، أساتذة بيتكلموا بعقل ومنطق. خلينا نشوف هيقولوا لنا ايه في كل القضايا اللي عندنا. ناقدنا الرياضي واستاذنا الاستاذ جمال الزهيري، ناقدنا الرياضي واستاذنا الاستاذ محمود صبري، ناقدنا الرياضي واستاذنا الاستاذ عصام شلتوت، وايضا الاسطوره علاء عزت. زي ما حضراتكم عارفين علاء عزت الحقيقه واحد من الحبايب، كان دايما بيبقى متواجد معانا في السفريات واحنا بنلعب يعني، فله معزه خاصه الحقيقه لكل جمهور النادي الاهلي، كل الاساتذه لهم معزه خاصه، استاذ جمال، استاذ محمود، الاستاذ عصام. فخلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل اساتذتنا الكبار، هنتكلم معاهم في كل القضايا المطروحه خلال هذه الفتره على الساحه الرياضيه بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم الجزء الثاني هيكون معايا اساتذه كبار الحقيقه، هنتكلم في كل القضايا المطروحة خلال هذه الفترة على الساحة الرياضية، وخصوصا زي ما قلت لحضراتكم بالنسبة لنا لأنهم أساتذتنا ودايما بنتعلم منهم، فلازم يكون لهم رأي في هذا الأمر، موضوع ما يقال عن التفويت والكلام اللي حضراتكم بتسمعوه خلال الفترة السابقة، سواء على المدربين اللي لعبوا قبل كده في النادي الأهلي أو حتى اللي لعبوا في أندية أخرى. فبالتالي هي قضية عامة جدا، عشان كده عندنا النهاردة 4 من أساتذتنا الكبار زي ما قلت لحضراتكم. يعني أنا مش عارف هبدأ بمين ولا مين، ولكن أنا خليني أبدأ باليمين وأستاذنا الأستاذ جمال الزهيري. ازيك يا أستاذنا؟ أهلا بيك يا كابتن إسلام، الله يخليك. كله تمام؟ سعيد بوجودي معاك طبعا في وسط الكوكبة دي. أنت قلت الترابيزة دي. لا، وعلى الترابيزة الجديدة دي. الجديدة دي ربنا يكرمنا بيها. حاجة جميلة إن شاء الله. ربنا يخليك يا أستاذ جمال. جميل إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. أيضا أستاذنا وناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري، ازيك يا أستاذنا؟ أنا سعيد بيك. تشرف ومنور. مع أخوات الكبار يعني. طبعا كلكم أساتذتنا يعني، وعشنا معاهم أيام جميلة كلهم الحقيقة. ايضا استاذنا ونقدنا الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت، ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ وحشنا. وربنا يخليك. بنستناك كل اسبوع كده تجي لنا مره. والله انا ببقى جاهز بعدين. بنتظر يعني ان يبقى في اوردر، لكن النهارده انت خلصت اسابيع كتير في وجود طبعا يعني زمايل شرف لينا واخوه واعزاء وعشره العمر، ومفيش اجمل من الصحبه دي بجد. شرف لينا طبعا ان يكون معانا الاساتذه الكبار دول. شباب احنا يعني لجمهور النادي الاهلي، احنا شفنا الاساتذه دول، احنا عشنا معاهم ايام كتيره جدا 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 في حياتنا، والاخير بقى الاخير برضو، بس عشان الاخير ربه كريم كان بيسافر معايا على طول اصلا، ربه كريم، فيعني بينا اسرار كتيره طبعا. جدا حبيبنا واخونا الاستاذ علاء عز. ازيك يا استاذنا؟ كابتن اسلام سعيد، اخبارك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله، والله انا سعيد جدا جدا بالدعوه الكريمه دي، وبصراحه انا مخضوض من المجلس اللي احنا فيه ده. اساتذه كبار واساتذه كلهم يعني اخواتي واساتذتي، فانا قد ايه انا فخور والله بالدعوه دي، وفخور ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، وفخور ان انا موجود مع اخواتي، وان شاء الله تبقى حلقه مميزه. كنا بنستنى دايما واحنا بنلعب اي حد من حضراتكم يكتب كلمه حلوه علينا ولا حاجه، فيعني قيم وقامات كبيره جدا الحقيقه في عالم الصحافه الرياضيه. ف يعني عشان كده النهارده انا بالنسبه لي لما اجي اتكلم عن قضيه، ومش عشان انا في قناه الاهلي، لا، الاساتذه دول لما بيجوا بيتكلموا بشكل منطقي بعيدا عن ان احنا موجودين في قناه النادي الاهلي، ولكن زي ما حضراتكم عارفين عشان كده
كل قضية هنتكلم فيها هتبقى قضية تهم الرأي العام كله، مش تهم شخص أو نادي أو لا، بتهم الرأي العام كله. أستاذ جمال طبعا مبروك، النهاردة هنتكلم عن مباراة الأهلي والمقصة والأربع مباريات اللي اتلعبوا، ولكن أنا بالنسبة لي قضية ما يقال دائما كل سنة موسم التفويت، بمعنى ان ام بي ماسكو مع طبعا قيمه كبيره كابتن حلمي طولان، ولكن هو اللي بيجي اللي جه في دماغي يعني أكيد. لانه دايما الحقيقه موجود، ودايما لما بتعوزه في قناه الاهلي كانت حلقه رائعه وعظيمه هايله بصراحه كابتن مصطفى عبده لما استضافه هنا على قناه الاهلي. فكابتن حلمي لاعب الزمالك يقول لك اصل الكابتن حلمي هيفاول، اصل مش عارف مين، طبعا ده ما بيحصلش كتير الا طارق يحيى لما بيكون بيدرب فريق الموضوع ده هنفضل نتكلم فيه لغايه امتى وبعدين؟ هو طبعا موضوع مرفوض شكلا وموضوع. ايوه ليه؟ لان ما ينفعش يا جماعه ان احنا نشتغل على قصه التفويت كده، ده اتهام انا بعتقد يعاقب عليه القانون. ايوه يعني انا بطالب كل من يناله جزء من هذه الاتهامات ان هو ما يسيبش الامور هنقول سوشيال ميديا واشاعات وحاجات زي كده، لا، حتى السوشيال ميديا النهارده من الممكن جدا تعقب اي حد بيرتكب جريمه، صح، عن طريق مباحث الانترنت وعن طريق بالظبط وطلع قانون. فاذا كنا بنتكلم عن ملاحقه الناس اللي بيتحرشوا او بيعتدوا على خصوصيات الاخرين من باب اولى، اذا كنا عايزين للوسط الرياضي او الكروي ان هو ينضبط بالفعل يا كابتن اسلام، لا، الكلام ده انا بطالب المدربين اللي بينالهم هذه الاتهامات ان هم ما يسيبوش الموضوع كده لانها تتعلق بسمعته كمدرب. يعني هو المدرب ايه غير سمعته؟ ويعني احنا النهارده واحنا بنتفرج على المباراه انا حسيت ان لعيبه مصر المقصه في الشوط الاول متنشنين جدا، صح، وعكس ما كان يطالب يكسروا لعيبه الاهلي مقابل البطوله دي، عكس ما كان يطالب بيه كابتن محمد عبد الجليل. انا من الحمله الممنهجه فانت انت بتستفز اللعيبه وبتستفز المدربين ان هم يعملوا حاجات مش هيعملوها في الوضع الطبيعي. مظبوط. الحل ايه يا استاذ محمود؟ يعني احنا هنفضل كل سنه نفضل نقول نفس الكلمتين ونفس الموضوع ونفس القضية اللي بنتكلم فيها؟ هي لازم، يجب أن يكون هناك حلول خلال الفترة اللي جاية. الدولة المصرية دولة قوية وتستطيع الردع في أي وقت، فإيه الحلول دلوقتي؟ لا، ما الحلول واضحة، وعاوزين إحنا عاوزين نعملها هنعملها على فكرة. أيوه. بس إحنا بنهرب منها. أيوه. لأنه برضو في عندك مسؤولين مشجعين. أيوه. خلاص؟ واعلاميين مشجعين بدرجه مشجع ان انا لازم اثبت وعشان ارضي اللي قاعدين بره وميقول علي ان انا بطل قومي، انا بدافع عن حقك. طب ادافع عن حقك بايه؟ ان انا اشوه الاخر واجرحه واقول حاجات غريبه. طب ما انت كنت لعيب كنت بتفوت يعني؟ طب منطقيا يعني هل الفريق اللي هيفوت ده والجهاز الفني هيقبض من فين لما اداره النادي تعرف انك انت هتفوت ماتش؟ طب ايه اللي هتاخده مقابل عشان تفوت ماتش سواء للاهلي او سواء للزمالك؟ فاهم حاجه غريبه جدا. يعني ايه الهدف؟ الخطوره في الامر يا كابتن اسلام انه اللي بره بيضحكوا علينا. ايوه، احنا وصلنا من الانحطاط الاخلاقي لدرجه انه اللي بره جايين يدونا دروس. طب هل انت تقدر تطلع بره تتكلم في اي دوله تتكلم عن الدوري بتاعهم تقول عندهم مشاكل في كذا كذا؟ والله ما تقدر. ولا هم يستضيفوك لان هم حاطينك في حجمك وعارفينك ان انت قد كده. انت مش مدرك خطوره الامر. انت شايف منافسه بين فريقك وبين المنافس بتاعك، مش قادر تعوض المنافسه في الملعب، فبتلجا الى اسلوب التشويه. أيوة. والضغط ان انا اعمل نوع من الكراهيه، وهذه بذره تم انبتها في 4-5 سنين اللي فاتت ستدفع ثمنها الرياضه المصريه على مدار 10-20 سنه. عشان كده انا بتكلم في الموضوع ده النهارده. في جيل طالع لا يقبل بالراي، هو حاطط في اعتباره. أيوة. انه ايه الجزئيه دي؟ أيوة. طب انت ما حرصتش على انك انت تبقى حريص على الناس دي وعلى اخلاقها؟ لا، ما حرصتش. أيوة. انا اطالب يعني الاستاذ كرم جبر. ايوه، هو المسؤول عن الاعلام في مصر، بقول له خلي الناس اللي عندك تتفرج تجيب الفيديوهات تسمع الكلام اللي بيتقال ده
المشجعين اللي طالعين دول بيقولوا لمصلحه مين الكلام ده؟ بيقولوا في مشجعين وفي خطوره. لا في خطوره على حاجه حضرتك ودي النقطه اللي هاخد الاستاذ عصام فيها. ده الاخطر. اه انا ملاحظ انت عايز تقول ده لا فعلا احنا بنتكلم هنتكلم في كل حاجه وهنفتح يعني كل حاجه لانه محمود فتح زاويه الرؤيه على الخروج امام الكاميرات ووصفهم بالمشجعين وهو يقصد ان المفروض يبقوا اعلاميين. وانت طبعا يعني انا حاسس وانت بتني للسؤال انه دي فعلا شديده الخطوره شديده الانفجار. لما مسؤولين واعلاميين وهم يتحدثوا في البرامج فيؤكدوا ان لا دخان بدون نار يعني تصل للدرجه دي ويستضيف المدرب يعني المشكوك مش في ذمته المشكوك او من ترك للجماهير تشك فيه عشان يقول لي يا ترى ستفعلها ام لا. العجب العجاب ان المدرب يرد الحقيقه ويقول له عيب وانا تاريخي وكذا بينما المفروض زي ما قال الاستاذ جمال والاستاذ محمود عليه ان يلجا وفورا للمطالبه باقامه الدليل. يا اخي هات لي دليل لانه اولا احنا ما عندناش دليل وما نتكلمش في الموضوع ده تاني. ما فيش حاجه ما نتكلمش. ما هو المشكله متلخصه في قطع دابر هذا الذي يسيء لنا ثم المرحله الثانيه اللي قالها محمود صبري ان انت علشان تتحدث هكذا لغه يجب ان يكون هناك رادع والرادع يبدا بان انا ابحث عن حقي لانه استمرأوا مع قله البطولات وخروجهم لتزكيه شعار او فئويه هو عاوز يقول له انا بدافع عن اداره ما بصراحه كده لا تاتي لك بنتائج فساذهب بك الى مرحله خناقه انت بتسرق. هو معقول في فرق بتسرق سنين طويله؟ هو معقول في فرق ما عندهاش واعز من ادارات ولما بتيجي ادارات طبعا بتنتج على طول كده التحكيم وكذا. ده دخلوا يا استاذ في المساله بانه حتى حل المجالس يتحدثوا كان لا بقى هنا انت قلت الدوله المصريه لا يمكن ان حد يشاور ناحيتها. لكن انا لما باجي اتكلم انا ما بتكلمش على انا بتكلم بشكل عام لان النقطه دي استاذ علاء برضو بتصيب الجميع بمعنى ان احنا كلنا معلش انا اتعرضت ليها يعني معظم لعيبه الكوره بيتعرضوا ليها والمدربين اللي بيشغلين دلوقتي عايز الدفاع ليها. كابتن قبل ما اخويا علاء يعني ننقل له الميكروفون عايز اللي بيتقال له ده ما يردش يذهب فورا نحو اجراء رسمي. ما هو ده المدربين واللاعبين في هذا التوقيت بيطالهم الكثير من هذا الكلام. ايه اللي ممكن يحصل لايقاف هذا الموضوع او لايقاف الكلام؟ كلام مش هنقدر نوقفه أكيد. ولكن لما تلاقي رادع حصل مع واحد او اثنين او ثلاثه او 10 او 100 بيبقى عبره بيبقى عبره. في واقعه شهيره جدا حصلت في الدوري السعودي من 4 سنين. خرج مدير فني بعد هزيمه فريقه في كان مدرب اجنبي فخرج بعد المباراه قال انا بخسر المباراه بفعل فاعل وان انا بتعرض لحمله وفي تفويت نتائج وكده. المدرب تمت اقالته قبل انتهاء المقابله الصحفيه. تم بمجرد انتهاء المقابله الصحفيه تم ابلاغه من قبل الاتحاد الكره السعودي ان ده انك انت انتهى عقدك وهترحل غدا صباحا وتقديم شكوى للفيفا من الاتحاد قبل ما يخلص المقابله بتاعته. الراجل بعد المقابله ما انتهت كانت المقابله 7 دقائق انا فاكر كويس جدا والفيديو موجود والناس كنت تتابعه وتشوفه. كانت المقابله 7 دقائق في الدقيقه السته كان الراجل اللي بيستضيفه جاله حاجه في الاربيز فبيقول له يعني حاجه فنهى اللقاء. بعد ما نهى اللقاء فقال له في خبر عاجل ان اتحاد الكوره قرر معاقبه المدير الفني لتطاول على فرق وتم تعاقب الاستوديو التحليلي. حضرتك توقف 4 معدين 4 ضيوف في الاستوديو ده لمده سنه ما يظهروش على اي وسيله اعلاميه. ده كان الردع دي كان حضرتك تمت في انا بقول لحضرتك المقابله كانت 7 دقائق قبل مرور ربع ساعه كانت العقوبات اعلنت. برافو عليك يا استاذ علاء برافو عليك. ده هو ده اللي احنا رد فوري يعني ده الكلام اللي حضراتكم دايما بتقولوه. الاتحاد الانجليزي رابطه الانديه المحترفه في الاتحاد الانجليزي بتوقع عقوبات شديده جدا تصل لحد عدم ممارسه المهنه من 3 إلى 5 سنوات لاي مدير فني يتم التلميح على اتهام لاي مدرب اي فريق اخر منافس ليه بالتفويت. دي ده رابطه لائحه رابطه الانديه الانجليزيه في لائحه موجوده ان اي مدرب يتطرق الى مساله تخص ذمم مدربين او انديه اخرى بيتم معاقبته. لكن انا بقول انا لم افاجئ بالحمله لان ده طبيعي جدا لما النادي الاهلي بينتصر والنادي الاهلي بيضغط على المنافس لازم تحصل كده. والحرب اللي اتعرض ليها انا بسميها حرب
وحرب مش عشوائيه، ده حرب ممنهجه وتوقيتها معروف جدا واشخاصها معروفين على فكره ودليل ذلك ان نقشت في اكتر من 5-6-7 برامج في 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 خلال 48 ساعه. مظبوط. اذا الامر مستهدف والقصه واقعه. ده اللي انا بقوله. وزي ما قال عصام، ليه استضيف مدير فني اللي بتتصله اتهامات واجيبه في كل برامج التطور اساله؟ ده معناه ان الحمله ممنهجه. اديني ذلك حضرتك، يعني انا يعني علامه الاستفهام الكبيره ان الحمله تطلع واللي بيردد الحمله دي مش قادر يستوعب ان النادي الاهلي اكتر عدد من النقاط خسرها هذا الموسم كانت عند مدربين من النادي الاهلي. أيوة. يعني اخر فوز نادي المقاولين العرب على النادي الاهلي، اخر فوز المقاولين العرب على النادي الاهلي كان على يد الكابتن عماد النحاس، كسب النادي الاهلي 1-0 الموسم قبل الموسمين. النادي الاهلي السنه دي خسر 7 نقاط، احمد سامي مدرب سموحه كسب اللي كان بيتقال عليه الفتره اللي فاتت دي بعد المباراه الاخيره. الكابتن محمد يوسف ابن النادي الاهلي والابن البار النادي الاهلي ومدير فني النادي الاهلي اللي راح خد بطولات مع البنك الاهلي في اول اسابيع في الدوري، وكان فوز الاهلي تعادل الجونه رضا الكابتن رضا شحاته. فمعنى ذلك لو هم بس يعني قبل ما مدركين يا اخي، مش بيروي الكلام ده على لو انا اقصد بس ان هو لو يعني لو فكروا عقلهم لمده ثانيه واحده بس وراجعوا نتائج الدوري هيخجلوا انهم يقولوا هذا. طيب قبل بس ما نكمل خليني اقول لحضراتكم مين هنا ايطالي ومين انجليزي. انا ايطالي. استاذ محمود ايطاليا كذب. هقول لك، ما انا بس اسال أنا حضرتك إيه؟ حضرتك انجليزي ولا ايطالي؟ بتحب يعني بحب الكره الانجليزيه يعني. الانجليزي. وحضرتك ايطالي. وحضرتك اتفق انجلترا بس ما بحبهاش يعني. 2-2 صح. الف مبروك للي بيحبوا ايطاليا. ايطاليا كسبت بركلات الجزاء والله انا قلت هتبقى ضربات ترجيح. والله يا كابتن اسلام عمر من كام يوم كان برضو في حد بيسالني توقعاتي لكوبا امريكا. قلت له الارجنتين. برضو كنا سوا على فكره. طيب والله كنا مع بعض في حلقه. والله العظيم يا كابتن قلت له قال لا والبرازيل والسامبا والبتاع. قلت له بص هي التانجو. وجات التانجو اهي. وبرضو كان عندي احساس داخلي لدرجه في احد الزملاء طارق رمضان طبعا كان كاتب بوست النهارده على الفيسبوك. انا دخلت مت من الضحك عليه. قال لو ايطاليا كسبت النهارده المباراه وكسبت البطوله انجلترا هيجي لها ازمه قلبيه. وجالهم ازمه قلبيه لان فين؟ في استاد ويمبلي وطبعا وسط جماهير. والف مبروك لكل اللي بيشجع المنتخب الايطالي ولكل اللي بيحب مانشيني طبعا بالبدل بالشياكه بالحلاوه وبالاداء. والله بالاداء النهارده مش النهارده، احنا ما لحقناش نتفرج على الشوط الاخرانيين، ولكن طوال البطوله منتخب ايطاليا متغير. وده اللي هنطلع بس هنكمل طبعا. انا عايز بس اقول لك حاجه مهمه قوي. انه الاتحاد السعودي زي ما عصف بهذا المدرب وزي ما في قوائم العقوبات لرابطه الانديه المحترفه في البريمير ليج الانجليزي موجوده، يا لها من مساله. من هو صالح النعيمه؟ هو نجم السعوديه، هو نجم العرب، كان مديرا للكره الهلاليه. ده قال صالح النعيمه ذهب ليهدئ حارسه فاكتشف من احد القادمين خلفه ان ضربه الجزاء يعني مشكوك فيها. شاطي القايم وهو واقف لا كلم الحكم ولا كلم حد. عزل صالح النعيمه في زمن فيصل بن فهد رحمه الله عليه هذا الرجل العظيم. الحقيقه حتى الان لم يظهر مره اخرى. ليه بقى؟ لانه زي ما بيحصل كده ضد المتنمرين والمتحفزين، لانه ده ضربه قاسمه لاقتصاد اللعبه. غير بقى تشويه الزمن. خد كمان عندك انه فعلا لما بتوقف ده انت تنظف هذه المسابقه، وكمان اللي قال عليك ما بيسبش، واذا كان لك حق بتوقف بقى الحكام في الدوري الانجليزي وتشتم وكذا. تفتح بقك من الناس اللي دي شغلها حتى في كل الاماكن. امبارح اشراك ليك العام كده في الكوبا امريكا ان الارجواني يعني هنتكلم لكن في الاخر لا نيمار ولا غيره شكرا سانكيو. اخر حاجه كابتن اسلام في الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها مساله العقوبات ومين ممكن تعاقبه وازاي تقوم الاداء. في احد المدربين المصريين كان دخل الموسم اللي فات او اللي قبله في تلاسن مع احد الجماهير على السوشيال ميديا. تم انهاء التعاقد. مظبوط. في السعوديه. في السعوديه كان ميدو كابتن ميدو. ليه؟ لانه
كل حاجه يجب ان يكون لها ضوابط. ده الاحترام، ضوابط الاحترام بالمناسبه استاذ جمال، زي ما بتحمي اكيد ما تقروش للمواطن، مش صحيح. لا 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 الحكايه نظام، ليس من حقك ان تتحدث في شيء غير تشتغل كره قدم بس كده. وبعدين ما يبقاش الموضوع في موسم معين انت بتطلق الاشاعات دايما لما عشان تاثر. لاحظ انها مع لما يجي الاهلي يلعب ماتشاته المؤجله، ما اعرفش ليه مع الاهلي علاء قال كده. انا قلت لك انا لم اندهش، انا متوقع مخطط لها متوقعها وبعدين وهتزيد الفتره الجايه. لا وبعدين ما هي دي المشكله. وبعدين فبعدين ده هنطلع فاصل وكده، وبعد كده نرجع نشوف ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه، لانه الموضوع ده يجب ان ينتهي تماما من عالم الرياضه. هل من الممكن ان يكون هناك رياضه نظيفه؟ نظيفه بمعنى كلمة التنافس فقط في الملعب، ولكن خارج الملعب بتحصل المناوشات الطبيعية اللي احنا بنشوفها طول عمرنا ما بين الجماهير، ولكن الرياضة هي جمال الأخلاق وجمال حاجات كتيرة جدا جدا. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. هنكمل نقاشنا في القضية النهاردة، قضية ما يسمى بالتفويت لبعض المديرين الفنيين وبعض اللاعبين اللي بينتموا لنادي وبيلعبوا في النادي الاخر. استاذ جمال برضو لانها موضوع قضية. مهم جدا طبعًا الحقيقه طبعًا. ولازم دايما لما الشباب الصغير يسمعكم وحضراتكم بتتكلموا في هذا الامر، اعتقد ان ده هيبقى شيء مميز جدا، لانه في الاول وفي الاخر هي يعني ايه تفويت؟ يعني انا برضو كل ما اجي اتكلم يعني ايه تفويت؟ يعني انا هل انا ينفع انزل زي ما الاستاذ محمود قال كده، ايوه هنزل الماتش حد هيديني فلوس عشان افوت ولا مثلاً. يعني ايه التفكير ان انا افوت للاهلي يعني وافوت للزمالك وافوت للسموحه؟ لو مشينا بقى زي امتحانات الثانويه العامه انك كنا لسه بنتكلم عنها ان انت تفوت. بالمناسبه تم نفي موضوع جامع حليب ده عندكم في القاهره 24 واعتقد هي القصه يعني. هي القصه كابتن اسلام نابعه من زي ما قلنا ان هو موسم معين بيتم استهداف يعني فريق معين اللي هو الفريق الذي يسعى او يفوز بالبطوله، لهز او تحميس وتشجيع المدربين ابنائه ان هم طيب ماشي هيبذلوا اقصى جهد عندهم يا كابتن عشان يلعبوا ماتش كويس، انما هل في ايديهم ان هم يكسبوا؟ يعني انا هاجي مثلا كابتن علي مالك، كابتن محمد عبد الجليل، انا ممكن هو يشجع ولاده على ان هم يلعبوا كويس، ايوه مش ان هم يفوتوا، لان هو ازاي هيبقى واقف معاهم بعد كده؟ ازاي يديهم تعليمات؟ انا ما بتكلمش على الاهلي، انا بتكلم بشكل عام. لا انا بدي مثال بشكل عام. انا بدي مثال بالاهلي لان هو اللي مصار حاليا. ثانيا بقى ده بيبقى اسر ديل في المنافسه. انا بكلمك بقى والله العظيم عشان يبقى كلامنا والله دغري. اجهزه تعويضيه. بص عندك اولا الاتهامات بالتفويت، ثانيا محاوله هز ثقه اللعيبه في نفسها باي شكل من الاشكال، انما هو في النهايه انت مش قادر تكسبني بالظبط فبتحاول تاثر عليك بشكل عام برضو. لا اصلا بشكل عام بيحاول ياثر عليه طبعا. لا هي بشكل عام مش بيحاول ياثر وتشويه انتصاراتك بيحاول حواليك سياج من النار. ده مش بيأثر، ده هو عاوز يعمل عليك لوت عشان انت ايه بالظبط يعني تعيش في توتر وشغل موضوع. ليه بقى؟ لانه من اخطر الحاجات يا كابتن اسلام، وانا اعتقد انه اداره الكوره في النادي الاهلي حريصه في الجزئيه دي، انه سحب الموبايلات من اللعيبه ليله المباراه وقبل المباراه لو كانوا داخلين معسكر، لأن البعد عن الدخول في مناقشات مع السوشيال ميديا في غاية الخطورة. الأخطر في الموضوع ده هو تشويه سمعة اللاعب المصري والناتج والمدير الفني. لا 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 ما سيبك من المدير الفني، هي آخر خلاص المدير الفني الناتج أن ليس لديك لاعب حتى يعني أنت من 2015 ما خرجش عندك لاعب محترف سوى مصطفى محمد اللي راح تركيا، من بعد كده ما عندكش محترفين. أنت بتستدعي موضوع أنت شايفه سهل، عاوز تعوض خسائرك او منافستك اللي انت فاشل فيها في ارض الملعب مش قادر توصلها، فعاوز تطلعها ايه؟ انت عاوز تطلعها بره الملعب، عايز تقول التاني بيكسب ازاي؟ لا انا عاوز اطلعها ايه ابرر، وكمان بستدعي كمان ايه بجيب كمان ضيوف من بره
يعني ايه كمان بدخل معايا ناس عشان ناس بتقول انا عايز يعني. لا لا بجيب ناس ضيوف من بره من دول عربيه دخلوا معايا دلوقتي الموضوع ده خطير الموضوع ده خطير اه لا ده مش كده ما هو ده السؤال مش من حق حد مننا يعني أن جايب يذهب ويحكي هو ده الواد الفرود يعني يا كابتن عصام يا استاذ عصام يا عم يعني ده الفرود اللي انت جايبه لنا من بره جاي ينظر يعني هو ده اللي بيحامي طب انت بقى خد بعضك ولو بطل قومي بقى واد حريف اطلع بقى خلي صديفك اتكلم بره في الاعلام بتاعه يعني ايه روح اتكلم على الدوري اللي هناك قول لنا ايه اللي بيحصل اللي احنا ما نعرفوش الخطر يا كابتن سام انه اتحاد الكوره اللي هو بيدير المسابقه مطالب احمد مجاهد وانا بقول له اهو انت مطالب بحمايه المسابقه بتاعتك مظبوط وحمايه الدوري مظبوط يا اما باصدار بيان يا اما بتوجيهات خطابات رسميه للهيئه الوطنيه للاعلام بالتدخل فيما يحدث الان لايقاف هذه الفتنه وهذا السخف والتشويه وده مش اعلام هذا كلام في غايه الخطوره يمس السمعه يمس سمعه مواطن مصري محترم لاسره ولعيله انت جاي تشوهه عشان فريقك مش عارف يكسب فجاي تضغط على المنافس عشان انت عاوز فاكر انك هتخسره وده بالعكس ده انت بتخلي الدنيا رايحه في سكه انت بتاثر على علاقه اللعيبه حتى في المنتخبات منتخبات الناشئين ومنتخبات الشباب والمنتخب الاول وعلاقات الناس اذا ما كانش في خطوه من الجبلاه من اتحاد الكوره في انه يتدخل يبقى اذا حضرتك بتقول ان البدايه يجب ان تكون لا بدايه اتحاد الكوره ما هو المشهد اللي بقوله لك علاء ان اتحاد الكوره السعودي تدخل وحما بيحمي مسابقه اتحاد الكوره اي اتحاد كوره لابد ان يحمي المسابقه من دول اخطر حاجه على 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 الكوره في مصر وعلى الرياضه في مصر الكلام اللي حضرتك بتقوله اتفضل يا استاذ علاء اخر قضيه او القضيه الوحيده في تاريخ مصر اللي كان فيها قضيه تفويت وكان فيها تحقيقات رسميه وفيها عقوبات رسميه كانت شمع بالرسول ايوه من 30 سنه وظلم فيها على فكره كانت مباراه المنيا والمريخ في بورسعيد وكان وقتها نادي المنيا هبط رسميا للدوري الدرجه الثانيه وراحوا لعبوا المريخ في بورسعيد والمنيا خسر 3-1 وكان متقدم 1-0 وبعد كده خسر في الشوط الثاني 3-1 وساعتها اتكلموا على ان نادي المنيا باع هذه المباراه كم العقوبات اللي اتعرض ليها اتحاد الكره وقتها تعامل مع القضيه بمنتهى العنف لدرجه ان واحد بقيمه هشام عبد الرسول تم قرار شطبه تاريخ وتم رفع دعوه قضائيه وجاب دلائل وبتاع لحد ما تم العفو عنه لكن وقتها اتحاد الكوره كان جد جدا 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 في البحث انت تقصد كيفيه الحل في كيفية الحل. ان انا بسرعه اعمل كده وبعد كده طالما عندي هي صاحبه الحقوق كابتن اسلام ده في 13 لعيب اتوقفوا من المنيا 13 لعيب في بس باستثناء 3 لعيبه راحوا دوري ممتاز فرؤساء انديه الدوري الممتاز ضغطوا على اتحاد الكوره يسمحوا بعدم توقيع عقوبات عليهم عشان يلعبوا في الدوري الممتاز منهم واحد لعب في نادي الزمالك مين كان اشرف يوسف اشرف يوسف اشرف كان عليه عقوبه وقتها كان في مفاوضات مع نادي الزمالك رئيس نادي الزمالك وقتها تدخل مع اتحاد الكوره وتم رفع العقوبه عن اشرف يوسف ده تاريخ دي حقائق طبعا انا عايشها ايوه ده اللي انا بقوله ان دي حقائق وتاريخ يعني دي الواقعه الوحيده في تاريخ الكره المصريه او في العصر الحديث للكره المصريه اللي كان فيها فعلا قضيه طيب. قضيه حقيقيه بالصوت والصوره مزبوط. ودلائل وتحقيقات وعقوبات وكل ده كله استاذ عصام كلام حلو جدا وكلام رائع يعني احنا دلوقتي وصلنا ان احنا نقدر من خلال قانونا ان احنا نقدر نوقف هذا الموضوع لكن من خلال احنا نقدر نوقف حتى كره القدم هودي حاجه في حته ثانيه بس اتفضل طب السوشيال ميديا هنعمل فيها ايه ما لا السوشيال دي اسهل حاجه هقول لك حاجه انا دلوقتي هفتح واقول انا اسف اسلام الشاطر ده فوت ماتش الاهلي والمش عارف ايه ما انا جاي لحضرتك حد هيقول لك انت تمام بتعمل ايه تمام لا السوشيال دي اسهل حاجه على فكره ازاي يا فندم اذا بحثت عن محامي ولو صديقك هيجيب لك الحساب ده ومش هيتساب صح. لكن احنا بنتكلم في الاخطر لدي الجهتين للحساب اتحاد الكره اذا كان لسه عايش مش في غرفه الانعاش وهي مسابقته وهي ليست فقط سمعه هي قضيه اقتصاد بيضرب يا ترى بقى هم عاجبهم ولا الحساب مين ولا الحساب اللي بيتكلموا زي ما صبري بيقول ونبعت بقى بضاعتنا بقى تتلعب سوبر مش عارف فين وفين وهكذا دواليك ولا انتوا عايزين ايه بالظبط والجزء الاخر هو بعد ما ياخد هو القرار على كل مدير فني ان يلجا ايضا للحق المدني دي الحاله الوحيده اللي مسموح له الاتحاد الكره والشخص نفسه اولا السوشيال بقى كلنا بنتهاون في موضوع السوشيال الحقيقه كلنا بنتهاون بالمناسبه يا استاذ بمناسبه السوشيال من يومين ثلاثه كده انا كنت طلعت اتكلمت في موضوع فالمهم حد من بعض من لا يشجع يعني النادي الاهلي بعت لي قال لي ايه قال لي انت وشتمني فانا عملت سكرين شوت وبعتها لمباحث الانترنت وقمت باعت له قلت له
تم ان انا بعت الموضوع ده عملت سكرين شوت وبعت المباحث الانترنت عمل البلوك وطلع وجري وعمل وعلى فكره كان هيتجاب هيتجاب على فكره لا انا بعت له ليه ما كنتش ما عايز يحل عنه انا عاوز اقول لك لا انا وديتها المباحث الانترنت يعني فعلا. انت بس عشان ايه عايز تعسسه بالخطوره الله ينور عليك انا عايزه انا على فكره انا عايزه عايز يأذيه يعني مش ما تشتمنيش يا كابتن اسلام ما تشتمنيش لا ما في كابتن اسلام ده بيت العمليه فيه منتهى الخطوره انا عايز اقول لحضرتك بقى انه احنا قلنا بس الاستاذ كرم جبر والهيئه الوطنيه للاعلام على فكره ضمن منظومة الدولة المصرية وفي قصة الميديا الدولة أعطت الحقوق كاملة للنقابة والمجلس الأعلى الآن في المجلس الأعلى للإعلام وأنا ذهبت حيث شكوى مواطن مندوب عن القاهرة 24 وأكيد في زملاء بشوفهم من الأهرام للتحقق من حق المواطن إذا ما كان هناك ما يمكن أن يشير نحوه بأنه كان ضده ضد أي شيء ما في الصحافة إذن هنا هناك ضوابط اهو علينا نحن أهل الإعلام فاللي ما يلجأش للمجلس الأعلى تجاه إذا كان منهم إعلاميون وصحفيون يبقى احنا غلطانين في حق نفسنا وفي حق المهنة إذا كان بينهم إعلاميين يا أستاذ جمال وأستاذ محمود وأستاذ علاء ولا نلجأ احنا كده أو نذهب للسيد النقيب ونطالب بإيقاف هذا العبث لأنه محسوب علينا يا جماعة بص يا كابتن عصام بعد إذن كابتن دي حاجة الحاجة التانية المجلس الأعلى للإعلام بيقبل يا جماعة وأنا بقوله هو في قناة الأهلي في برنامج اسمه البيت الكبير المجلس يقبل كل الشكاوى ده غير مباحث الإنترنت ما تتونش تمام أكيد برضو كابتن لكلام الأستاذ عصام بالنسبة للإعلاميين دول اللي هم اللي احنا بنسميه الإعلام المنظم اللي هو يخضع لهيئات ويخضع لجهات رقابه ايوه اللي هو الاعلام الصحافه الاذاعه التلفزيون أيوه. الفضائيات أيوه. والكلام ده من السهل جدا جدا ان انت تاخد حقك منه يعني كواحد اهنت او حصل لك التعصب لنادي زي ما قال الدكتور طه اسماعيل مع كابتن مصطفى عبده حب ناديك زي ما انت عايز بالظبط بس مالكش دعوه بالتاني والمناوشات اللي احنا بنشوفها لا السوشيال ميديا انا شايف السوشيال ميديا مظلومه السوشيال ميديا بتتغذى كابتن اسلام على تصريحات صحيح يعني انا السوشيال ميديا ما بتقومش لوحديها من باب لا هو انا دلوقتي لما واحد انا طلعت قلت هي بتتغذى عليك كلمت في ثانيه واحده بس انا طلعت اتكلمت هو بيتكلم عادي كابتن انا طلعت اتكلمت عادي في موضوع بلاش اسلام اي حد ايه اللي يشتمني يقول لي ايه اللي دخل امي وابويا واهلي لا انا ما اقصدش انا قصده لا انا اقصد يعني السوشيال ميديا بصفه عامه بصفه عامه بياخد من البرامج بتتغذى على البرامج على تصريحات ضاله ومضلله لما يطلع حضرتك مسؤول يقول ان من 20 سنه من 20 سنه كل مدربي النادي الاهلي بيفوتوا لمباراته مع النادي الاهلي 20 سنه والتصريحات دي تطلع وتتاخر وتبقى حرب بين جمهور الاهلي وبين جمهور الزمالك هي اتغذت على تصريح ضال ومضلل من مسؤول من اعلامي لما يطلع لعيب كوره يطلع يتكلم على ان التفويت بيحصل من سنين وهو كان شاهد عياني واتحاد الكره لا يغريب مهم لو ده ال 20 سنه ده المفروض النادي الاهلي بامانه شديده ياخد خطوه في غايه الخطوره ويتجاب التصريح الرسمي اللي اتقال ويتقال لما لعيب كوره انا اسف لما لعيب كوره يطلع لما لعيب كوره يجيبوا اللي انا كنت في الموضوع ما في جمهور قالوا احنا كنا في الموضوع سيبنا متوشه ازاي انا اتحاد كوره اسمح للاعب كوره يطلع يقول ان انا كنت وانا لعيب كوره كنت شريك في مباريات تفويت مباريات وكنت عنصر وتعدي جدا وتعدي ازاي يطلع واحد اعلامي واتحاد الكوره يتخاذل ان واحد اعلامي يطلع يقول ان عنده مستندات تؤكد ان الاهلي اشترى الدوري في الاخر السنين اللي فاتت دي وكانت المكافاه كارثه المكافاه لسبع حكام اداروا مباراه النادي الاهلي خدوا 7 فيلات في الساحل الشمالي ده تصريح رسمي والله وتكرر اكتر من مره يعني هذا الاعلامي بيقولها تقريبا في كل ظهور ليه بيقول لك انا املك مستندات عمره ما ظهر مستند لكن اتحاد الكره ازاي اتحاد الكره يتخاذل عن هو ده هنا ما الناس هتقول لك هو ده اتحاد الكره ولا الاهلي لا اللي يتكلم لا صاحب المسابقه لا بيقول صاحب المسابقه طبعا لما بيقول حكام كمان واخدين 7 فيلات في الساحل الشمالي وعارف ارقام الفيلات كمان وعارف والله فين عشان نبقى نروح نزورهم والله ده زيارات حاجه غريبه قوي يتهم يعني انت حضرتك لما بيقول 7 حكام لو مصر فيها 500 حكم ال 500 حكم اصبحوا متهمين طبعا قدام الجماهير كلها سبع حكام ايه ال 500 حكم دول اصبحوا مدانين يعني المهنه كلها يعني اي حكم ماشي في الشارع دلوقتي متهم ان هو مرتشي وان هو خد فيلا في الساحل الشمالي ومش معقول ان الحكام في مصر كلهم ال 500 حكم يقعدوا ماشيين
براء ذمه ماليه شادي براء شادي براء والنبي شادي لكن اللي تتكلم لكن المسؤول ده على اتحاد الكوره هنا لو كان خد خطوه حقيقيه وتم رفض عقوديه هذا اللمي ما كانش هيتجرا انه يطلع يقولها اكتر من 10 مرات او يا عم يقدم المستندات خلينا معاه ايوه بالظبط هو عزمه الجو والحال اللي احنا فيه القانون الله وهو تفنن اه في 3 4 ربنا هيحاسب لان هم ما بيخافوش من ربنا دول ليس عن لديهم فين ده نفسي اعرف لكل واحد فيهم يقدم لي بس تاريخه ده في اتحاد الكوره يعني لا مش اتحاد الكوره بيطلعوا بيتكلموا اذا كان هو صحفي يقول لنا تاريخه الصحفي عشان نعرفه حتى ده واخد دبلوم ولا واخد معهد ولا واخد بتتكلم على حد معين تقريبا لا ده نفسه يعني انت بتتكلم عن لا ده بص ده تفنن وعايز ان هو دور الواد ده البطل انا مش قادر يا كابتن اسلام انا مش قادر افوز عليك في الملعب بالظبط مش قادر انت خسرني نفسيا انت بتنزل معايا السوق ها بتخبطني الخبطه خلاص هطلع اعمل ايه هطلع فوق بيتنا ها واقعد انادي عليك واشتم فيك فانت بقى تعمل نفسك ايه بتعمل نفسك مش فاهم خلاص مش شايف وماشي في حالك بس عاوز اقول لك على حاجه اذا انت استمريت وانت راجل محترم والتزمت الصمت الغوغاء اللي حواليه هيتنطروا على بقيه النص هيبقى عارف انت ايه هياخدوا الموضوع النص ده دليل على ايه النادي الاهلي طول عمره ودي كلمه مبادئ على فكره دي بتحرق قوي طبعا نادي عمره من تاريخه لما انت تشوف المواقف لما بقى الناس في ناس ما تعرفش تاريخ اصله لانه ما شافش موقف ما شافش موقف اتعرف ليه هو ما شافش لقطه حصلت ازاي اتحسب فيها او ازاي ايه انك تعرف تربي ناس او تاخد موقف النادي الاهلي على مدار التاريخ ليه مواقف مع ناس وخلت يبقى في حساب حتى لو كان في اخطاء بس الحساب الاساسي موجود لما اتعمل برنامج 4 ساعات تم تكسير فيه ومحاوله زي ما قلت لك ماسك زلطه وبخبط الشاشه دي عشان اكسرها عاوز اشوهها دلوقتي والنادي الاهلي التزم الصمت ده اللي انا كنت ده موقف ده موقف تاريخي التزم الاهلي الصمت احنا كلنا حضراتكم طبعا انا بكلمك في مجمل هذا ما حدث ومجمل الكلام بقول للزعلاء الاستاذ عصام كان يتوجب على اتحاد الكره اللي هو رب المشهد ده كله ها والهيئه الوطنيه للاعلام يا جماعه احنا داخلين في سكه ها في بذره سيئه اترمت تم التخطيط ليها ان انا مش قادر اجيبك في الملعب فهضطر ان انا ايه اذا الهيئه الوطنيه يعني حضراتكم بتتكلموا عن النادي الاهلي النادي الاهلي على فكره النادي الاهلي مطالب ان ياخد بس صاحب الثلاث رفع الدعوه طبعا بس خلي بالك يعني بس يا استاذ جمال يعني النادي الاهلي انا بصراحه يعني على مدار رصد 5 سنين اللي فاتت دول النادي الاهلي بيرد عن طريق القضاء بس المسؤول في النادي الاهلي هنا بيخرج من عباءه اللي هو مسؤول في النادي الاهلي وبيتعامل قضيه شخصيه قضيه شخصيه حتى لعيبه الكوره في النادي الاهلي يعني في لعيبه كتيره جدا في النادي الاهلي تم التعرض ليهم ولاسرهم وكذبوا قضايا واتنازلوا في منهم اتنازل وفي منهم ما اتنازلش لكن انا بصراحه شايف النادي الاهلي موفق جدا جدا ان لما واحد يتطور على النادي الاهلي وعلى مسؤول في النادي الاهلي بيتم رفع دعوى قضائيه عليه بصفه شخصيه وده ما نزلش بالسبع فيلات دول يا معلش ايوه لازم يتجاب ده يعني احنا بقول لك ايه والنبي يا جماعه اللي بيعمل كده احنا 5 اهم قاعدين بس عايزين نشوف يعني عشان ما نعملش حلقه ثاني عشان ما نذكر ما نقول عليهم فين مش هنقول عليهم على الدرجه دي على فكره قناه النادي الاهلي بتنتقد اداء الحكام يعني ايه يعني احنا ممكن انا اطلع اقول احنا زعلانين وان الحكم ده عمل كذا 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 قبل ما ببدا اي كلام بس ما بتتهمهمش قبل ما ببدا كل حتى لو كل يوم هطلع وانتقد الحكام بقول ايه بقول يا جماعه التحكي الحكام دول انا ما بتكلمش ولا على سمعه وبشر ولا على شرف كنا انا والاستاذ جمال في حاله مع كامل الاحترام للحكام بنتكلم عن حاجات الحقيقه تزعلك على المستوى فعشان ما حدش يخلط قلنا قطع لسان كده بالبلدي طبعًا. اللي يجيب سيره ذمم حكام بالظبط لكن بصراحة اللي حصل ده بصراحه حاجه جايبه الورق يعني انت بتصدق دلوقتي العالم قريه صغيره فانت هتقول هنا هيروح يحكم في تونس يقول لك هيقول لك اللي بيعمل هيروح في المغرب لكن انا بس يا استاذ محمود برضه عشان الجمهور يعرف نفرق معاهم الكلام احنا من الممكن ان ننتقد اداء تحكيم لكن ما نتكلمش عن شخصيه حكام ده طبيعي ما نقدرش حكم واحد ودين لا يعني على دليل ما تشككش في انا عايز بس انتوا بتتكلموا على المكان اللي هو معتدى او مجني عليه انت عمرك ما بتعمل ده هم اللي بيستكملوا حلقه الوصل عن التفويت بشتيبه الحكام واتهامهم عشان ما هو بيحصل اصل الناس دلوقتي ممكن تقول لك ايه يا استاذ جمال تقول لك يا جماعه ما انتوا بتقعدوا تنتقد ايوه بننتقد في الحكام طبيعي انا بس عايز اقول ايه
ان احنا موضوع التفويت ده جزء حلقه في سلسله طويله من الاعذار. يعني اللي بمعنى ايه؟ انت بتدور على سبب او اسباب فشلك، فبتدور بقى بتقول ده في ناس يا راجل بيقول اصل الاهلي بيكسب بالحظ، ال 42 الاهلي بيكسب بالحظ، ال 42 بطوله ما لو اخضعناهم لمنطقهم يقول لك الاهلي ياخد منهم 20. احنا هنهزر ليه؟ يعني يقول لك الاهلي واخد 42 دوري. لو انت يعني نقيتهم يعني صفتهم حسب المنطق بتاعه الاهلي ياخد 20 بس والباقي كله تشكيك في البطوله. انت عايز اكتر من كده؟ زي موضوع صمت غريب من اتحاد الكوره، كان الموضوع ما يعنيهوش، موضوع مش هو اللي صارف الدوري يا محمود، هو اللي صارف الدرع يا جماعه، هو صاحب المسابقه. انا بس عايز ارجع، انا عايز ارجع بس الزمالك يخلص لموضوع اتحاد الكوره ده عشان الجمهور يفهم موضوع نادي القرن. احنا بنتكلم لا 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 ده قصه، لا 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 ده حلقه، ده 15 يعني بعدين، يعني احنا ممكن نقعد خليه بعدين. ده انا اختصره لك بقى في كلمه، الاهلي مسؤولي يعني عبر مش لازم يعني فلان فلان قال لك ايه، لماذا لم يقاضي الزمالك الجهات التي اصدرت القرار؟ برضه دي حاجه غريبه زي اللي انت بتقوله، قال الكلام ده وما حصلش. لا ما انا بقول لك يعني يا عم، انا بكلم الجمهور يا عم، روح يا عم خد ورقه وروح الفيفا يا عم، يا عيني روح لك، روح يا عم اشتكي، روح اشتكي، روح اشتكي، خلص. دي قضيه استهلاكيه والله العظيم، والله كل دي قضايا، برافو عليك، قضيه عبثيه على فكره برضه، بقول لك يقول لك بنو قصري على واستخراج ورقه، دي ورقه موجوده عندهم في جيبهم، اول ما يتعرضوا لاي مأزق او اي ازمه بيروحوا طالعين لك كلمه نادي القرن، زي موسم المانجا، دي قضيه عبثيه، قضيه عبثيه استهلاكيه، عارف موسم المانجا بيخفوا وراها حاجات كتير جدا. والله اقول لك حاجه صح، والله اقول لك حاجه، وموسم التين، لا لا موسم كل حاجه بقى، اقول لك حاجه صح، التين الشوكي والتين البرجوم، اقول لك حاجه، وبنى قصر لعيسى حياته في على المحيط. طب ايه رايك ان انا رحت عيسى حياته؟ انا رحت، انا بكلمك ده، رحت عملت موضوع عن مين عيسى حياته، اوكي، ورحت بيته، بيته عباره عن طابقين يعني دورين، ورحت عيسى حياته يا جماعه، لا بس ده بيغزي العين. انا عيسى حياته انت ما ودكش القصر، انا بكلمه، رحت سالت يا جماعه ليه بيت تاني، قال لك لا، قال لك ده اسمه الملقب، العيله اسمها السلطان حياته، اللي هو سلطان المسلمين في الجنوب، في الجنوب ماشي، ايوه اخوه السلطان، لانه عيله عيسى حياته موجوده في 15 دوله على فكره، ده حكايه، قصه كبيره. رحت بقى القصر، القصر بتاع الحاكم، وشفت ازاي، ويطلع ازاي بالحصان ليله العيد، ويذبح الذبايح، والايام بقى بتاع، هي دي حياته تقصد؟ ايوه، انا يعني عايز اقول لك ايه، مش عيسى، هي دي حياته، الحياه مش عيسى، حياته. قعدت ادور على القصر، الكلام ده في كام؟ فرحت تجاره في 2008. طب اقول لك على حاجه، الكاميرون رحتها ثلاث مرات. طب يا الكاميرون على المحيط، انت ناسي بس، يا الكاميرون على المحيط، ما قال لك القصر على المحيط كمان، الكاميرون اصلا يا عيني ما شافتش القصر، يعني ثلاث مرات ما شفناش القصر، يعني القصر في الساحل الشمالي، كان نفسنا نشوفه حتى نخش فيه يا اخي. والله نرجع للتفويت، نرجع للتفويت مره ثانيه. طيب ممكن نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا، نطلع فاصل، والله طلعنا، والله تعبنا، نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، مستمتعين بالحوار اوف اير اكتر، يعني بصراحه حوار رائع جدا، وكنا بنتكلم في حاجات كتيره جدا، ولكن خلينا ننتقل مع حضراتكم، ولا عايزين كل حد يقول حاجه في اللي يعجبك التفويت، لان التفويت ده هنرجع له، مش حلقه النهارده، لانه مش هينتهي بحلقه النهارده. لا مش هينتهي، لا نعم، مش هينتهي، مش هينتهي بحلقه النهارده، مجرد فتح الملف هتكبر، لان هتخش فيها الحكام، هيتهموا حكام بالتفويت، لا احنا نبدا واتهموا رؤساء انديه بالتفويت. انا عارف ان الحلقه تكبر، لان المخطط اكبر من دي البدايه، انا شايف ان الحديث عن تفويت المباريات دي البدايه، لكن انا عارف انها طول الفتره الجايه، طول ما الاهلي بيكسب هتخش لحكام، وهيتم اتهام حكام، ولو كان في مسؤول معين موجود دلوقتي كان زمان، احنا بنتكلم في قضايا تانية خالص بشكل مختلف خالص، لكن انا بقول لحضرتك القضيه هتكبر بشكل كبير جدا. يبقى ده لازم يتفتح الملف ده، ولازم ربط. نواجه ده. ها يا كابتن، اتفضل. المهندس فرج عامر، ما اتهم، رد على احد، على طول رد على احد المتعصبين، بيقول له انتوا ما كسبتوش على السوشيال ميديا، قالوا ما كسبتوش انت يا بطل، ليه يا بطل، ليه بلاش بقى، خليها يا بطل، لا هو قال حاجه ثانيه، انا بقول لك خليها يا بطل، فخليها يا بطل، يعني اهو رئيس نادي، اهو رئيس نادي، اهو الجماهير على صفحته الشخصيه بتتهمه بالتفويت، رئيس نادي بتتهمه بالتفويت. انت قصدك ان الحمله لسه هتبتدي تكبر طبعاً، بعد كده وتخش في التنطيط، مش هتنتهي بسهوله بعد كده، حكايه سرد النتائج، ان يعني لما واحد اعلامي يطلع يقول لك
ازاي الاهلي بيكسب الفرقه دي 20 مره ورا بعض؟ طب يبقى زمان كان بفوت الاهلي. طب مانويل جوزيك لعب مع الزمالك 18 20 مباراه، كسب 18 مباراه وخسر مباراه واحده وتعادل مباراه. لا لا، والمباراه اللي خسرها دي خسرها ازاي؟ ما انا عارف 2-1. هل لا خسرها ازاي؟ الزمالك كان بفوت لمانويل جوزيك. لا ما اعتقدش الزمالك هيفوت. لا هيفوت كام؟ كانوا بيفوتوا المانويل جوزيه. ما تدخلش بص يا كابتن اسلام، يعني الزمالك كان بيفوت الاهلي، بيفوت الاهلي دوري وكاس وافريقيا. مش ممكن يعني. ما انت قلت الباقي. لا الرقم كان افضل. تبقى الحكام. بص يا كابتن اسلام، الناس بتطلع كابتن اسلام، جمهور الزمالك جمهور عظيم بجد بقى. طبعا موجوع. فانت بتيجي كاداره مش لاقي ايه اللي تقوله له، وهو جاي لك وبيقول لك اوفياء سنظل، وده حقيقي. جمهور لا يطلب الكثير. فانت تروح جايب يعني نفس الراوند ده وقاعد عشان يشوه زي ما محمود بدأها، يشوه افعال الاخر. ما دمت انت مش قادر. انا ما بحبش اتكلم على الاهلي بصراحه. لا انا بتكلم، انا بتكلم يعني انا دايما لما باجي اتكلم ما هو مفيش انديه اخرى، هي المعركه هي دي. انا بقول لحضرتك وصلت بقى لمرحله المناظرات وكذا. من العيب انه يعني ناس زملاء، يعني زملاء مؤهلين يا استاذ جمال، يا استاذ محمود، يا استاذ علاء، ومن كذا جيل يخرجوا للناس بفكره ان هو بيقول للناس مثلا يا اخي سيبك من الدوري اللي اتحاد الكره ده للاهلي، انا بقول لك الفريق الفلاني احسن. يا اخي سيبك من اللي الكاف عمله ده، انا بقول لك خد انت ده، لكن احنا اللي عندنا البطوله. يا اخي طب البرونز بتاع كاس العالم، الميداليه دي، يقول لك ها يا عم ما انت فاهم. انتوا بتقولوا للناس، هم الناس فاهم ايه؟ فاهم ايه؟ هو انفنتينو ده وابويا الحاج بلاتر اتمسكوا قبل كده يعني مثلا، واحنا ما كناش واخدين بالنا واخدين بالنا. هل هناك يا اساتذه من يدير كره القدم غير الجهات دي؟ طب انتوا ما بتحموش الجمهور ده ليه وتذهبوا لشكوه الاتحاد ده والاتحاد الافريقي والفيفا، وتشوفوا بقى جهه اخرى يعني تخلوا الناس تذهب بالفرق بتاعتها تلعب عندها؟ اصل ده كلام مش لوجيك وكلام يعني بينال من الناس. للاسف يا استاذ عصام ان في البعض بيصدق الكلام. ما هو مش ذنبه، هو مجني عليها كابتن اسلام. كابتن اسلام انت ليك بريق، واخويا محمود واخويا جمال وعلاء لينا بريق. الاستوديو يا استاذ يا كابتن اسلام يعني انت ما شاء الله بتصدقنا. لاعب كره لنجم اعلام وكذا، استاذ محمود صبري واستاذ جمال واستاذ علاء، الحمد لله ربنا مانع علينا الناس تقابلنا يا استاذ وحضرتك، وفاهم ان انا فاهم كل حاجه. وانا بقى كمان بصدر له ان انا مع الشعار بتاعه يا اخي، ربنا يخليك لينا. يا عم ده بيقول لك كلام غلط، يا عم ده مش عارف يصرف لك دوري، فبيصرف لك كلام. انا اسف بس فضل. فبيصرف لك كلام بلا دليل. هو البلد دي ما فيهاش قانون ولا اتحاد ولا وزير بالعكس. ولا اي حد يحمي فريقك. طب قول لي اللي قاعدين دول يروحوا يطالبوا الادارات دي ان تشكو. طب بتشارك ليه يا كابتن؟ عشان تذهب تشارك فيها ليه المسابقات كمان؟ لا عشان تجيب حقوق. يا عم خليه بيشارك، خليه بيشارك مضطر. يا عم اذهب انت بقى وخليهم يجيبوا لك حقك بشكاوى للفيفا والكاف والمحكمه الرياضيه. وسككهم معروفه جدا. المضحك بتاع كابتن اسلام ان هم مثلا ايه، مثلا تلاقي مثلا يقول لك الدوري ده دوري مشبوه ومحسوم مقدمه للنادي الاهلي. اخر سؤال في الحلقه، اتوقع مين يفوز بالدوري؟ يقول لك الزمالك طبعا. يقول لك الزمالك طبعا. يعني لما انت طول الحلقه عمال ترسخ ان الدوري محسوم للاهلي. لا هو شو اضعف دوري؟ اخر سؤال شو اضعف دوري؟ ازاي كان زي مثلا فيفا؟ على رايك الاهلي بفايز بيه كم مره؟ 42. لا كم مره الاهلي فاز دوري؟ خمس مرات. اللي هم بعد الفلتره ولا قبل الفلتره؟ لا عشان لا عشان نوصل لحاجه. عشان انت هنا المفروض هنا بقى المفروض هنا في تونس وفي المانيا في يعني ويوفنتوس والكلام ده، يعني بايرن ميونخ فاز بالدوري 9 مرات متتاليه. هل معنى ذلك ان الدوري الالماني دوري ضعيف بالنسبه لدوري مهزوز ويصنف في اخر الترتيب؟يا استاذ محمود عاجبك ولا مش عاجبك يا استاذ محمود؟ هو ده النظام. هادي وصلنا في الدوري التونسي اللي فايز ولو في منطق 5 مرات يا كابتن اسامه، اصلا مش معقول اقعد ساعتين اصدر على الراي العام ان الدوري دوري محسوم قدام الاهلي. لو في منطق واخر سؤال في الحلقه، توقع مين يفوز بالدوري؟ الزمالك باذن الله. لما انت طول الحلقه بتقول ان مستحيل الزمالك يفوز بالدوري عشان خاطر الدوري راح للاهلي، يجي اخر سؤال في الحلقه يقول لك توقع مين يفوز؟ لا الزمالك باذن الله. استاذ جمال تتوقع مين يفوز بالدوري؟ الاهلي طبعا. لا انا عايز اقول لحضرتك ما اثير في الفتره الاخيره برضو عن موضوع التنافسيه اللي اتكلم عنه طبعا استاذ محمود، ده ليس له علاقه بضعف المسابقه خالص. ده اسمه يعني انا سمعت ده اول مره في احد القنوات العربيه. اوكي. الناس اللي هم بيقولوا لا ده احنا كذا وكذا، بيتكلم في جزئيه، يقول لك ده مصر زي جيبوتي زي مش عارف ايه. ليه؟ في الرياضه يعني؟ لا في كره القدم يعني. في الدوري، لا في الدوري، تصنيف المسابقه الدوري بتاع بتاع مصر
مستواه زي جيبوتي عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان الاهلي بياخد الدوري على طول. مش صحيح المحاسبه. لا يعني انا بتكلم على قلب الحقائق. طبعا. المقصود بهذا التقرير حتى لو في تقرير من الفيفا انه النادي الاهلي خلال 15 سنه واخد الدوري كل اغلب السنين 14 مره ماشي ولم يخرج الدوري من عنده غير مره. هل ده عيب في حق الاهلي؟ يعني هو الاهلي عيب مثلا حق ادارات الاهلي عيب حق جمهور يعني هو الاهلي يا كابتن اسلام المفروض ياخد الدوري السنه دي لنفسه والسنه الجايه ينسحب بقى عشان حد لا لا ده من سحب يسيبه والسنه الجايه يكسبه برضه هيسيبه ويديه النادي تاني او يفوت يفوت او يفوت يا سلام على القفله يفوت اه والله هل يفوت عشان ما يكسبش الدوري على طول هي دي القضيه. فبص كل دي انا بقول ان هي قنابل دخان وفي النهايه اللي احنا هنشوفه الاهلي بيخرج في الطريق من هذه القنابل منتصرا وده شيء مهم. وبالمناسبه التقرير ليس سبه هو خالص جايب خالص. البلاد التي ملناش دعوه بقى ان بيطلع منها مصر فالنادي الاهلي زي ما محمود قال على اليوفي مثلا الرانك ده بيقول ان دول هنا اقل تنافسيه من كتر ما ده بيكسب مش عشان ده دوري يعني لازم بقى بعد كده يعني احنا بعد كده بجد والله بعد كده يعني محتاجين مترجم تخيل محتاج مترجم للغه العربيه يا راجل ده كلام احنا بعد كده نعمل ايه بدل ما نطلع نشكر المجلس الاداري نقعد نوضح نفصل انت بقى نقول لا نبتدي نقول لهم يا جماعه من فضلكم سيبوا لنا الدوري السنه الجايه اي فريق ثاني ياخده والله ما بهزر بقى ده اللي مطلوب ده مطلوب يعني لا منطق غريب جدا طب افريقيا يعني. طب ليه ما يعملوش نفس القصه افريقيا يعني افريقيا في بدايه بطولات دوري ابطال افريقيا كان الاحتكار كله لفرق افريقيا السوداء او تحت اللي فرق تحت في الجنوب والغرب وكتوكو الجنوب والغرب ورغم ذلك النادي الاهلي النادي الوحيد اللي لعب 7 نهائيات متتاليه دوري ابطال 82 83 ابطال كوس 84 85 86 رجع ابطال دوري 87 خد 5 منهم ليه وقتها ما اتكلموش على فساد البطوله عشان ما كانش فيه اللي بيحصل ولا ما كانش فيه الحاله دي ما كانش فيه الحاله دي يعني واحد وصل 7 نهائيات افريقيه وقت كان فيه الاحتكار لانديه الجنوب يعني ما كناش بنسمع ابدا انديه الشمال يعني في الوقت ده كان كوتوكو وكان ويندي وافريكا سبور لا في سبب تاني اقول لك ايه الفارق يعني كل الفرق يبقى ايامها 82 و83 و84 و85 الفوارق كانت متقاربه مع الوقت فوارق المستوى يعني لا فوارق الالقاب الالقاب مع الوقت يا كابتن ده بيكبر العمليه كبرت فخلاص بقى الفارق كبير جدا هو ده ذنب اداره بتكبر منتجها يا عم انتوا بتفتروا ليه على الناس صح لا هي مش افتراء على فكره كل واحد بيشوف شغله انا عارف بس هي كل واحد بيشوف شغله بمعنى ايه بمعنى ان انا مطلوب مني هنا في القناه ان انا اطلع اتكلم عن اخبار النادي الاهلي طبعا دافع عن كل القناه يعني فانت ما تيجي تتكلم لا انا بقصدش افترى ده هو عصام فين انا بقول لك انا عارف بس انا بقول لك يعني هل المطلوب من ادارات الاهلي المختلفه أيوة. على مر العصور أيوة. من 1907 ولغايه دلوقتي مثلا ان احنا نبتدي نطلع نقول للناس يا جماعه لا والنبي ما تعملوش شغلكم وخلوا الاهلي يخسر الدوري ويخسر لا طبعا ده الفارق مش حقيقي اللي انت بتقول عليه الافتراء ده ماذا لو لم يترك الاهلي المعترك الافريقي 5 مواسم كان في قمه مستواه لكنه كان محتج على المباراه النهائيه يعني ده كان اللي بعديها هياخد وهيلعب والله العظيم انا بمزح هو الاهلي لو ما خدش قرار خلي بالكوا انا بمزح بكلمك لو الاهلي مثلا ما خدش قرار بس حلوه كلمه حلوه لاعب بعد ماتش السوبر اللي هو قرار مثلا الاعتذار عن المشاركه فيه أيوة. وتم ايقاف الاهلي في الفتره دي وكان الاهلي هو البطل الدائم للدوري المتوج الاوحد وكان يحق ليه انه يسيب دوري ابطال يسيب كاس الكؤوس ويروح يشترك في ايه في دوري الابطال فهو ركز في كاس الكؤوس وسمح للمنافس التقليدي بتاعه انه يلعب في ايه في دوري الابطال حتى مولين ما خد الدوري هل النادي الاهلي حتى مولين ما خد الدوري انا ما خد الدوري راح شارك في ابطال كوس عشان يدافع على لقبه عشان يدافع على لقب الدوري خلي زمالك يروح اللي انا عايز اقول لك يا يعني حتى المره الوحيده المولين عرف فاز بيها بطوله الدوري راح ابطال الكؤوس أيوة. وخلى الزمالك الثاني الوصيف يروح يلعب اللي انا عايز اقوله لك الجو ده كله ايوه على مدار ودول يعني استاذ جمال اخويا الكبير واستاذي والاستاذ عصام وعمي علاء احنا طول عمرنا في العلاقات حتى في الشغل عمرنا ما شفنا الجو ده انا بامانه حزين جدا مطلقاً. ان احنا وصلنا الى هذه المرحله ان يتحول حتى بعض الزملاء الى مشجعين يعني الامور ما وصلتش للدرجه ان احنا عشان ابين ولائي ان انا انال من الاخر جو غريب وبذره زرعت بمعرفه وتم رويها
بسموم وكراهية غير موجودة لا تمت للرياضة بصلة. آن الأوان أن يتخذ اتحاد الكرة ونص أحمد مجاهد رقم واحد, رقم واحد. خطوات جادة جدا لحماية مسابقته وحماية لعبته وحماية منتخباته, وعليه أن يعي جيدا أنه الأمر هو يستطيع أن يوقف كل ما يحدث وأن يتضامن معه الهيئة الوطنية للإعلام طبعا خلاص؟ يعني رقم واحد اتحاد الكورة الهيئة الوطنية للإعلام الكورة الخطر صاحب المسابقة الشعب. أنا بكلمك اهو والله أنا على الشعب إيه؟ لا ما خلاص ما خلاص ما خلاص في كراهية يا هتحمي شعب الإسلام لا في شحن انت مع شعب كامل هو الشحن ده وصل خلاص انت تقصد عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام هتحمي شعب من التضليل من التضليل والكلام اللي بيتم ده الشعب المغروب ان هو يسمع اكاذيب يكون في مراقبة على فترة الوقت يا جماعة اتحاد الكرة اولا لان الكل على تماس مع المادة دي فيستطيع والاغلب الاعم صحفيون واعلاميون ونجوم كرة فلازم اتحاد الكرة عشان انت لو جبت الهيئة اولا هيبقى كما الذبيح وهيبدأ تاني بغض النظر بغض النظر حتى لو على الأقل ما أنا بقول أولا صاحب المجاهد عنده أولا عنده إنه يحط لبنة أولى في حماية مسابقاته وحماية لعبته وحماية الجماهير الكورة المنظومة كلها المنظومة كلها يا جماعة والله عمرنا ما شفنا الجو ده عمرنا ما شفنا العلاقات وصلت إلى هذا السوء المنافسة في 90 دقيقة في الملعب بعد الملعب العلاقات المفروض تبقى زي ما هي عمر ما شفت الاهلي والزمالك كنا بنروح استاد القاهره وكانت ناس قاعده جنب بعض ما شفتش خناقات يعني اقصاها هتافين وثلاثه والماتش انتهى خلاص سمعه الكره المصريه سمعه يا سمعه فانا اجيب يا ريس انا استني يا ريس اجيب اروح اجيب استدعي ناس من الخارج مع كامل احترامي ليهم عشان دول يدعموني وادخلهم في بلدي وتقول لي اصل من الوطن العربي الكبير لا انا مش يا عم بلاش يا عم الوطن العربي يا عم ده بقى وبيطلع يا محمود في التلفزيون يا محمود ما صغرش ما صغرناش يا محمود على محطاته على يوتيوب عشان يقول والله ما دي مصر يا عم انت هو انا الوزير بتاعنا يقدر ينقد نادي عربي ولا يتكلم هو احنا هو اللي جاي بالضيف يقدر يتكلم عن نادي عربي يعني حضراتكم بس هناك فارق كبير ان مصر دائما هي الكبيره وهي اللي بتحتضن وهي 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 لا مصر بتحتضن مصر بتحتضن مصر بتحتضن مصر بتحتضن بالشكل اللي انت عشته في النادي الاهلي بالظبط كده شكل شراكات مصريه على ارض مصر بكلمك على اشخاص انا معاك انا معاك فرادة اسلام فرادة واحد جايب واحد يفتي في الكوره ما نعرفوش ولا جاي تعاون ولا رياده ولا بتاع يفتي في الكوره بنسمعه كتير بس فيقول لنا مصر انا زعلان عليها مين انت ومين اللي جابك ده اسال كل يعني. الاعلاميين المصريين اللي اشتغلوا في دول العربيه في دول الاشقاء يعني كلهم بيقولوا ما يتم معالجته في الاعلام المصري مختلف تماما يعني انت تتفرج على اي قناه عربيه بيتكلموا مثلا في مباراه كره قدم حد بيتكلم تفويت ومش تفويت لا لا خالص, خالص, خالص ده كلام فارغ خالص ولذلك يجب علينا ان نبدا بانفسنا بالظبط احنا اللي نحمي نفسنا نحمي لعبتنا ونحمي سمعه بلدنا سمعه الكره المصريه ملهاش حل تاني ده سمعه الكره المصريه بالزبط. يعني هو ده احنا علاقتنا يا كابتن اسلام مع الاشقاء على عيني وعلى راسي طبعا بس انا ما ينفعش انا واخويا على ابن عمي صح ولا مش صح, صح. انا دلوقتي عندي مشكله ليه انا بصعد المشكله وبتجيب ناس تاني متدخله طرف معايا ايه هو الهدف ما هو المقصد لا يبقى الموضوع هو مش بلوم على الضيف اللي جاي الله ينور انا بلوم على انا بلوم على اللي هنا عليه. هنا بقى المفروض في ايه في ناس متابعه يا جماعه الامر في غايه الخطوره انا بدخل اطراف مع كامل احترامي لكن انا ما اقدرش دلوقتي انا دلوقتي ما اقدرش اتكلم تفعيل القانون واتكلم على الدوري السعودي او اتكلم على الدوري الاماراتي او اتكلم على الدوري القطري او اتكلم على اقول عندهم كذا مش انا مش طرف لكن اذا الموضوع عباره عن اتحاد الكوره اتحاد كره القدم الهيئه الوطنيه للاعلام يجب ان يكون لهم دور تفعيل القانون كل منا لا يترك حقه مع السوشيال حتى لو زي ما انت كده حبيت تبقى رساله وما تضرش اذا كانت اول مره لكن لا تترك حقك البلد دي فيها قانون البلد دي بعنواننا مصر الجديده بتتطور في كل حاجه طيب. الناس دي مش هتوقف مصر وتخلي شكلها وحش هنترك الموضوع ده مؤقتا بس مش لكن لازم نكمل فيه لا طبعا لا طبعا ده احنا بنحمي الناس على فكره لحد بناخد بنحمي الناس لحد بناخد الفيلا لما ناخد مش هنقفل الموضوع عشان ناخد الفيلا يا اما يرجعوا هم الفيلا اللي محمود يا اما يرجعوا الفيلا اللي معاهم بس لو حد خدهم ما قاليش حزح لا لازم تعرفين فيلتك قبل فيلالنا ولا كده فنضع ايدينا عند النجوم يا مسهل يا رب مش ان شاء الله ان شاء الله يا مسهل عارف اللي في دماغك ان شاء الله هنطلع فاصل وبعد الفاصل هل فاز النادي الأهلي بالبطولة الأفريقية؟ هل كايزر تشيفز فريق ضعيف؟
هنطلع فاصل ونرجع بعد هذا الفاصل نسال اساتذه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه قبل بس ما اتكلم في هل فاز الاهلي بالبطوله الافريقيه وهل الاهلي وهل فريق كايزر تشيفز فريق ضعيف ولا لا، واسال اساتذتنا النهارده. الحقيقه لفت نظري وجود كابتن محمود الخطيب النهارده ومسانده دائمه من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، سواء كابتن محمود الخطيب، الاستاذ العمري فاروق، الاستاذ خالد الدرندلي، الاستاذ خالد مرتجي، الاستاذ طارق قنديل. الخماسي كان متواجد النهارده في مباراه مصر المقصه، وهيبقى فيه مسانده كبيره جدا للكل الحقيقه من كل اعضاء مجلس اداره الاهلي في المغرب وفي المباريات القادمه. ولكن عشان الناس تبقى فاهمه، بيبقى دائما هناك فصل كبير جدا ما بين البعثه الرسميه واي حد تاني مسافر حتى لو اعضاء مجلس اداره، بس عشان الناس تبقى فاهمه. فالحقيقه مسانده كبيره جدا من مجلس اداره النادي الاهلي لكل ما سيحدث خلال الاربع ايام القادمه عشان المباراه النهائيه. يعني نتمنى يا رب كل التوفيق. استاذ جمال، نعم. الاهلي فاز بالبطوله؟ لا الأهلي. انا اقول لك خبر كويس، الاهلي وصل النهائي فعلا. ده جديد الخبر. هو الاهلي وصل، ما هو ده الواقعيه. اللطيفه جدا ان النادي الاهلي بياخد الامور ما فيش مبالغه، يعني كل ولا يستبق الاحداث. بدليل ان النادي الاهلي زي ما دايما بنقول بيفتح الملف ملف ويقفله. يعني هو كان مركز جدا خلال الفتره اللي فاتت، مش شاغلين النادي الاهلي مش شاغل دماغه بالنهائي الافريقي. هو كل تركيزه على انه يجمع اكبر عدد من النقاط لاستعدادا للزحف نحو القمه، نعم، او نحو مقدمه الجدول. النهارده نقدر نقول بقى انه النادي الاهلي النهارده تحديدا دخل او هيدخل في اجواء الاستعداد للنهائي الافريقي. ايوه، وده انا بشوف انه افضل طريقه ممكن تتخيلها، انه انك تركز في كل خطوه. عندك هدف بعيد، يعني انت من بدايه مشاركتك في البطوله وانت بتعمل الهدف بتاعك التارجت انك تكسب البطوله. ايوه، بس عندك دوري مجموعات يعمل لكل، على ذكر يعني اللي احنا فيه، لكل بطوله فقاعه. بالظبط، فقاعه الدوري. بالظبط، هو كده بيخش يعني، بص بيخش هنا ويخرج من هنا ويرجع هنا. فقاعه كاس العالم للانديه، فاحنا دلوقتي داخلين في فقاعه المغرب. فقاعه المغرب. وان شاء الله باذن الله دون اي تقليل من شان طبعاً كايزر تشيفز، انما مهم جدا، مهم جدا، لانه انا متخيل، انا ما اعرفش حضراتكم معايا ولا لا في الكلام ده، ان الفتره اللي جايه الحمله القادمه الممنهجه اللي هتطلع ابتداء من النهارده. يعني قريت كم حاجه النهارده بالليل واحنا مروحين كده، وبكره وبعده وبعده. يا جماعه الاهلي ده كسبان خلاص الماتش. لا لا لا، وكايزر تشيفز ده فريق مش عارف ايه. يا ريت لو جت على كده كابتن عصام الشوالي معاه. انا يعني النهارده قلنا الكلام ده، قد انت لعيب كوره كابتن، انت لعيب كوره تحس اكتر اللي هو موسم التهميد. هو احنا لسه كنا بنتكلم على فكره، خلاص اصدر لك بقى، اتفضل. ما اصدر لك وعايشك، هو الناس مش مدركه انه ده نهائي في غايه الصعوبه. لا يا استاذ محمود ما تقولش كده، لا لا ده ماتش صعوب على فكره. لا اهو، ما هو الناس بتقول كده، خلي بالك. اولا كايزر كده اسلام بيعمل لك الدويتو اللي حاصل، لكن دويتو الدنيا ده اللي بيتقال. يا استاذ لا خلي بالك، ده ده ماتش سهل. بعد ما نلاقي شغال هيخشوا في ايه في الشكل يا جماعه؟ ما ده يعني ده كايزر تشيفز ده مش عارف، ما عندهمش وهكذا. خلي بالك وهتروح في الهزيمه. بص عايز اقول لك الحاجه، انت الجمله دي انا كل ما اسمع الجمله دي افتكر الواقعه. جمله ايه؟ اللي هي ان الاهلي حسم البطوله دي. اتذكر المره الوحيده اللي النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي احتفلت فيها بالفوز مقدما كان سنه 2007 بره 40. المباراه دي يا كابتن اسلام، الخبر كان حتى كان وقتها كان الاهلي مش هيلعب مباراه في استاد القاهره، لان وقتها كان استاد القاهره المفروض تاني يوم كان افتتاح البطوله، البطوله العربيه اللي هي بطوله الالعاب العربيه، كان مباراه في المغولين العرب او الدفاع. مجرد نقل الخبر من 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 الكليه الحربيه، ليه كان المباراه في الكليه الحربيه، النهايه كانت في الكليه الحربيه، من الكليه الحربيه لاستاد القاهره، دي كانت مجرد احتفاليه، الناس احتفلت بالظبط كده بشكل كبير جدا. برافو عليك، برافو عليك يا استاذ علي، وكذا بالظبط. دي الواقعه دي، بس خلي بالك حضرتك، وده كان اسهل نهائي في تاريخ النادي الاهلي. الله، برافو. انا اصل انا لعبت هناك ولعبت، يعني انا لعبت الماتشين، كنت في الملعب. يعني الماتشين دول يا جماعه يعني قلت لنا حاجه قبل الهواء، نكسب كام وكام انت؟ والله نكسب يعني طبعا، يعني خلي الناس تتذكر سيناريو الماتش كان عامل ازاي.
نكسب هناك 4-5 ونكسب هنا 4-5. مظبوط مظبوط. خلاص اتغلبنا طلعنا البطوله اللي فصلت يعني احنا كنا 4 خدناها 5 خدنا 5 قصدي خدناها و6 خدناها و7 فصلت وخدنا 8 بالظبط. انت فاهم يعني كنا لو خدنا دي كمان كانت هتبقى حاجه لو تاريخيه لو شهدت سابقه تاريخيه. نعم انه فريق النجم الساحلي احتفل بالكاس في احد القنوات التلفزيونيه للاسف الشديد. يعني من الحاجات اللي هي ايه الحاجات الشهيره جدا. انت فكرتني طبعا فكرتني لان انا في اليوم ده كان مفروض كابتن دكتور طه اسماعيل هيروح ضيف على اعتبار ان ان شاء الله الاهلي كسبان بمناسبه الكلام اللي قاله على الاستاذ علاء. فوجئنا انا ايامها كنت متعاقد مع القناه دي اوكي فلقيت تليفون الحق انت فين تعالى يا جماعه فين تعالى ليه الدكتور طه مش قادر يجي و متضايق طبعا. ده كان بعد الماتش يعني ورحت انا والاستاذ حسن المستكاوي اوكي. لا تتخيل المنظر واحنا قاعدين مش عارفين. عارف يا استاذ عارف يعني احنا رايحين خدنا الصدمه الماتش ده. خدنا الصدمه مع الماتش خلص طبعاً. وعارفينه احنا عارفين النتيجه. الماتش ده كان عذاب بقى. الماتش ده كان بالنسبه لنا كابوس طبعا كابوس طبعا بجد والله. لا كان ليلة غريبة طبعا طبعا الماتش النجم الساحلي البركات لما اطرد خد الانذار الثاني وقف الماتش خد الانذار الثاني وتوقف ماتش حكم من ضربه جزاء تاريخيه ضربه جزاء تاريخيه ويعني ده برضو قسم لله قدام الناس ان احنا كنا رسم مش احنا يعني المدير مانويل معانا مع اللعيبه كنا رسمين اللعبه دي كنا رسمينها اللعبه دي هتتلعب ازاي وهتتعمل ازاي. فبالتالي يا جماعه كل ما سيحدث خلال الاربع ايام القادمه من اساتذه كبار اهو زي ما حضراتكم سامعين الخبرات هنا طلعوني انا بره الخبرات هنا لا بره ان شاء الله. انت رجلك كانت في الملعب فانا بقول لحضراتكم ان الفتره القادمه الاربع خمس ايام القادمه مفيش حاجه هتحصل غير تطمين لعيبه النادي الاهلي. وبالمناسبه ده انتوا هتلاقوهم بيفخموا فيهم قوي ايوه يعني هيقول لك عكس اللي المفروض ان هم يعملوا الارقام القياسيه اللي منتظر الاهلي الارقام الله ينور عليك اللعيبه اللي داخله والجداول تتعمل في بعض الاماكن. طب ايه اللي المفروض يحصل يا استاذ اسامه؟ المفروض يحصل اولا بس بجد بقى ومش تطمينا جمهور الاهلي واعي واداره النادي الاهلي طبعا للامانه طبعا. يعني لانه يكفي اصلا انه كابتن محمود خطيب بعظمته في كره القدم طبعا عمرنا ما عرفنا طبعا على تسلسل الاهلي المعاصر بقى كابتن صالح ثم كابتن حسن ربنا يديله الصحه كابتن محمود خطيب لا يمكن وانت عارف واحد يتكلم في الفريق ولا لاعبه ولا خطه ولا مين لعب مين ما لعبش ده لوحده حافز ثم انه في الاخر انت قدام كتله من الناس اللي عارفه ادوارها وبالتالي بقى يجب على جمهور الاهلي اللي دايما واعي ان يقاوم الظاهره دي يحفز لاعبيه انه ينتظره طبعا انه بينتظره انه المهمه باتت صعبه اكثر لانه ده النهائي والنهائي انتم اهل له نعم لكن هناك فريق اخر هناك 90 دقيقه كامله وعلى من النهائي ده حلمهم طبعا حلمهم ده انا هجيب بكره وبعده وبعده التصريحات اللي بيتكلموا فيها ده كلام اللوجيك ومفيش بقى نجوم الاهلي انا ما اقلقش عليهم يا كابتن ما شاء الله مش هينصاعوا لهذه الظاهره وبالتالي بس يبقى كل الامال منعقده على اسوياء فعلا حوالين النادي الاهلي بقى اللي هو منظومه من الناس الاهلاويه خارج الاطر الرسميه بقى الاطر الرسميه ما تقلقكش ده النادي الاهلي عارف هيعمل ايه مع لعيبته وكذا الاعلام الرسمي لكن انا ومحمود علاء واستاذ جمال لازم نقول للناس كلام حقيقي مفيش مباريات تكسب قبل ان تلعب طبعا هي بطوله مصر ولا بطوله مين؟ بطوله تضاف للسجل لمصر رقم واحد طبعا هي في الشوارع الحمراء برضه حمود لكن ده في الاخر بيدل ان الكره المصريه قويه ما دي ميزه بطولات الانديه ايوه طبعا تعلن عن ان الكره المصريه قويه يفوز بترجع للمشهد كمنتخب انت بترجع للمشهد مظبوط ككل حاجه هو سيطره وبالتالي المأمول من الناس اللي بتزعم انها بتحب صناعه البلد دي وضمنها الاهلي والزمالك لكن الموضوع النهارده الاهلي ان احنا نحفز ونؤكد ان لا توجد مباريات تكسب قبل ان تلعب. استاذ علاء مباراه 50-50 لا انا شايف ان الرهان على شخصيه لاعب النادي الاهلي انا يعني كنت محظوظ ومحمود والاستاذ جمال وطبعا كلنا سافرنا مع باسل النادي الاهلي لكن انا يمكن شويه عشان مجله النادي كانت بتخليني اكون قريب قوي في نفس فندق القمه انا لما بشوف لعيبه النادي الاهلي لما بتشوفهم في المطار واحنا رايحين وتتعامل معاهم قبل المباراه ب 48 ساعه
بشوف لعبه ثانيه خالص غير اللعبه متعود عليها. يعني ممكن صباح الخير ما حدش بيقولها لي يعني ينفصل يعني ما كناش نعرفه كنا خلاص يعني واحنا في المطار واحنا رايحين نهزر، لكن قبل المباراه لا بشوف الاهلي شكله مختلف خالص. ليله المباراه دي مستحيل حتى يرد عليك ولا لو كلمته ما يردش عليك. لا اللعبه بتخش جوه المباراه بشكل كويس جدا جدا. كمان انا كنت اتمنى ان يكون في طبيب يعني لعبة نادي الاهلي الشخصيه. الجيل ده جيل كويس جدا، هو الجيل ده ممكن بالبطولات يجيب الجيل بتاعك يا رب يعدي الجيل ان شاء الله يعدي يا رب. يعني بس انا اجيال بتسلم اجيال، أنا مش بس مقارنه بين الجيلين لان انتوا ما بيتوش جيل ذهبي الا سنه مثلا 2008. يعني انتوا بتبتدوا من 2005 ما بتاخدوش رقم الجيل الذهبي الا 2008 يعني بعد 2006 بعد برونزيه 2006 بالظبط كان وقتها مثلا 8 9 10 بطولات، لكن الجيل ده لسه ما خدش كام بطولات. ده فانا عايز لعيبه النادي الاهلي تنزل على ارض الواقع ايوه، رجليها تبقى على الارض ايوه، وما يسمعوش لكلام الاعلام، لان انا يعني انا حسيت نبره شويه ان النادي الاهلي شايفه ان بعد الترجي البطوله بقت تجيبها بالظبط كده. دي النبره، هي نبره فوقوا ماتش بيراميدز على فكره، ودي ميزه برضو النادي الاهلي. هو ده الدور النفسي حصل لهم في بيراميدز، عشان كده انت كنت عايز تروح للدكتور النفسي. ايوه دي النقطه اللي كنت بتمناها. يمكن انا كنت شويه حاجات على فكره يا استاذ علاء، قول اللي انت يعني ما فيش مشكله قول. لا عايز اقول للدكتور النفسي انا اتمنى ان النادي الاهلي يكون في الرحله دي تحديدا لو الاهلي كان هيروح يلعب الوداد او الرجاء على في الضرب بيضاء، ما كنتش هبقى الان على لعيبه النادي الاهلي، لان كنت عارف ان تركيز لعيبه النادي الاهلي هيكون مش 100% مليون في المية. ده دورنا. لكن حكايه كايزر تشيفز والحديث عن التاريخ الكبير بالاهلي والاهلي وكايزر تشيفز ده انا شايف انه ممكن يخلي لعيبه النادي الاهلي رجليها ما تكونش على الارض. فانا شايف دورنا بقى بس خلي بالك أيوة. معلش على أيوة. خلي بالك في مشكله في مشكله الناس مش واخده بالها، وكنت انت هتعرضها في الايام الفايته. علاقه موسيماني مع كايزر تشيفز نفسية. علاقه نفسيه لا ما هو ده انا بقول لك احنا واخدين كل لا هتاخد هم خلي بالك بيتكلم بيقول لك ايه احنا اتغلبنا 4-1 في 2002 في اطار التفويض برضو انا بكلمك والله لا 4-1 4-1 4-1 في الصوبه مش قالوا صن داونز هرجع على صن داونز. لا الموسم السنه اللي فاتت اللي هو 2020 لما الاهلي طلع صن داونز مش قالوا موسيماني باع المباراه عشان خاطر يجي مدير فني النادي الاهلي. العشاء فين يا عارف؟ ده لعب فين؟ كان واخد فيلا لا التفويض كان واخد فيلا في مصر برضو بعد كده قال لك مدرب بالمراس على الموعد ان هو هيجي بعد مدرب المحيط عندنا بقى المحيط بتاع الاسلام. انا عايز اقول لك بجد بقى قال لك مدرب في البرونزيه العالم اتوعد انه هيجيبوه يدرب كويس برضه. يعني ممكن يقول لك انا كنت بلعب اتوعد ان هو يفوت الماتش الاهلي عشان يجي بعد كده تخيل ولا قوه الا بالله. فعايز اقول لك انه طبعا هم واخدين الجهاز الفني بتاعهم واخد 4-1 بتاعت السوبر 2002 اللي فاز بيه النادي الاهلي هنا في القاهره وجاب عصام الحضري يعني هدفه الشهير. برضه دي مركزين لان هم عاوزين رئيس النادي عندهم عامل دعم كبير جدا لكايزر تشيفز الى درجه ان تصريحات غير طبيعيه. انا بقول لك خلي بالك انتوا اساتذتنا انتوا عارفين التصريحات اللي بتبقى في شنك طبعا التصريحات اللي هي هتشوف ملازم دي مركزه جدا غير طبيعي. بقول لك على حاجه في صور ليهم هم بيتمرنوا في الصحراء الفتره اللي فاتت والمسابقات عندهم خلصانه لا تجيب الحاجات دي. خلي بالك في شحن نفسي هيبقى في تنويم للاهلي من تصريحات الجهاز الفني بتاعهم وبدات بينا العلاقه بدات اللعيبه لكن موسيماني عارف الكلام ده كويس جدا على فكره. والتصريحات اللي قالها موسيماني في جمعيه الصحفيين الرياضيين في جنوب افريقيا اللي هو الفتره برهنت على حاجات كتير من داخلها رسائل كبيره جدا، لكن المباراه مش سهله طبعا. هتشوف في مناكفات على الخط، هتشوف لما يبقى في مطبين الصحفيين، هتشوف لما الناس تشوف بعض على فكره. فعاوز اقول انه الاهلي ما فشش في البطوله يا جماعه، الاهلي وصل الى المغرب بس المباراه النهائيه. بدايه الكلام كان الاستاذ جمال قال ان الاهلي ما جاب لنا الخبر جبت لكم خبر انفراد مهم جدا الاهلي وصل لان الاهلي وصل للنهائي الافريقي وهذه هي الحقيقه وهذا هو الواقع. الاهلي وصل فقط الى النهائي الافريقي ولكنه لم يفز به، لانه الفوز به لازم ننتظر ان شاء الله لغايه يوم السبت القادم في تمام الساعه 9 شوف المباراه هتمشي ازاي. هنكلم حضراتكم الثلاث ايام اللي جايه على هذا الموضوع، ولكن بدايه من اليوم ودي رساله من اساتذتنا لحضراتكم ومننا لينا مننا كلنا لكل جمهور النادي الاهلي. مباراه صعبه، مباراه 50-50، دائما المستطيل الاخضر بيختلف تماما عن كل الكلام اللي احنا قاعدين بنتكلمه. المستطيل الاخضر زي ما قلت لحضراتكم ودايما وانا اسف ان انا بفكركم بالموضوع ده، ولكن
مباراه النجم الساحلي بالنسبه لي درس كبير طبعًا جدا طبعًا جدا جدا. عشان كده انا خدت الدرس عشان كده مش بتكلم عن كده. انا دايما ولو وقت فعلا احنا عشناها هنعيش اجواء يا رب ما نعيش الوقت ده تاني ان شاء الله زي ما الاستاذ علاء قال وزي ما الاستاذ عصام وزي ما الاستاذ جمال وزي ما ان شاء الله تيجي يا رب ان شاء الله. ان شاء الله لعيبه الاهلي تبقى عارفه ان المباراه دي صعبه وهم عارفين ان المباراه صعبه. ان شاء الله الايام القادمه يستطيع بيتسو موسيماني ان يقود النادي الاهلي لبطولته الثانيه ودي هتبقى حاجه تاريخيه كبيره طبعا. جدا بالنسبه له وده هنتكلم عنه في الايام القادمه. شرفتونا ونورتونا ودايما بنبقى سعداء بوجودكم معانا. كابتن اسلام جميعا سعداء بوجودنا معاك سعداء بوجودنا معاك كابتن اسلام. وبعدين الصحبه دي الحقيقه انا ممتن لكلنا متجمعين من اعز الاصدقاء والاخوات وعشره العمر طبعا موجودين. شرف لينا ومنورنا استاذ جمال استاذ محمود استاذ عصام استاذ علاء بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله التقي مع انا هكون موجود مع حضراتكم بكره في تمام الساعة 11 ان شاء الله. بكره ميعادنا الساعة 11. احنا طلعنا بس متأخر النهارده علشان مباراة مصر المقاصة. الحمد لله الاهلي استطاع ان يفوز بثلاث نقاط غالية جدا ونقفل بقى ملف الدوري ونبتدي بقى نتكلم في الملف الافريقي. اشوفكم بكره الساعة 11 ان شاء الله.